تيه هي عمدة في الموال الماسخ ده. خلاص يا شيخ محمود، بالنسبة لموضوع راوية ده هنشوف، هنشوف إن شاء الله. يا ابوي هتشوف إيه؟ لك ما خدتش بالك من كلام أنت. ما خلاص يا سيدي قلت لك هنشوف، مش كل حاجة ليها إجراءاتها؟ أنا لازم أمشي بالأصول وأمشي بالقانون، أنت قلت اللي عندك وأنا قلت لك هشوف، يبقى خلاص. السكات على حاجة زي دي يا عمدة معناها موافقة على الفسوق والفجر. اهدي يا شيخ محمود، مطلوب محمود يا أخي. يا أبوي أنتوا الصراحة اللي لازم تلايموها عاد. ايوه، وتخلي الوليه اللي اسمها راويه دي تلايمها وتلم نفسيها، ولا حتى تغوروها برا البلد واصل، خلي البلد تنضف. اسمع بقى يا شيخ محمود، احنا سامعين كويس قوي ودريانين باللي بتعمله راويه دي، احنا مش نايمين على ودنا يا اخويا. تبقوا نايمين على عقولكم وقلوبكم عاد، ما تاخذنيش. طيب قول لي كده، سايبها ليه لحد دلوقتي ما كلمتهاش؟ اقول لك انا بقى يا اخويا انا سايبها ليه؟ لان لازم انا امسكها بالقانون، امسكها تلبس بالدليل، مش اي كلام جهجهوني كده وخلاص. انا مالك يا عم، والنبي ما تعصب نفسك، احنا في ايام مفترقه يا اخوي، النهارده عيد. خلاص يا شيخ محمود، خلاص يا اخويا قريب هتسمع اخبار كويس. في حاجه تانية يا اخويا؟ لا يا ابو، مفيش حاجه تاني. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قولي لي يا بنت، هو انت يعني سنك يعني قد ايه في الكايه؟ انا مش عارفه هو كام تحديد، بس يعني هم ساعه ما اتجوزت ابو العيلي كانوا سننوني وكده. ايوه يعني حوالي، يعني مش بالظبط، يعني في حدود كده. طب اقول لك يعني ممكن كده يعني تروحي وانت جايه؟ ها؟ يعني تيجي كده وانت رايح. ازاي؟ يعني امشي يا بنت كده وانت بتتمشى عشان اشوفك كده وانا شايف. الامر لله، امر لله. ايوه. هي راحت ما جاتش. في ايه يا تاني؟ متكيف منك يا عمد. فاطمه بنتي يا فاطمه، انت يا بنتي يا فاطمه. يا حمدي ابو العيله، ازيك يا ابو العيله؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانت طيب. انا يعني يا اول ما لقيت حفيظه كده خارجه من الدوار، قلت اجي للبنت فاطمه اعيد عليها واقول لها كل عام وانتم بخير ونقعد نتحدث مع بعضينا. اللي هي فين؟ في دوار العمدي. ايوه، هو ما بيقدرش يستغنى عنها خلاص، وهي بالتقصول تلاقيها راحت له برضه عشان تقول له كل عام وانتم بخير. تقصدي ايه يا حمدي؟ اقصد ايه؟ اقصد ايه؟ خليها براحتها، تدعك المواعين براحتها، تمسح البلاط براحتها. انت بتتلوني كده ليه يا وليه؟ ما تتكلمي بالمعدوم. قال يا لهوي يا مستهوي، يا خرابي يا عرابي، لا بتلون ولا غيره. وانت يا اخويا مش هتقدر عليها، هتتشطر علي. انا بس حزنانه عليك، حد يسيب الفرس دي ويروح للبخل؟ مش عايز حاجه يا ابو العلي؟ كل عام وانتم بخير. تعيش وتعزم يا عمدتني. بيني وبينك يا اخويا، انا اللي بحب اعزم ولا تعزم؟ ستقول ايه بقى الحفيظه؟ كل موسم الاقيها عزمه للعيله وعيله العيله والكبار والصغيرين، ده حتى السيد اللي بيجي متخفي عزماه، بس الحمد لله ان هو مش جاي،
بقول لك ايه يا مبروك، ابقى اقعد اتغدى مكانه وانت هيخسره بخساره. تعيش تعيش يا عمدة ابو الكرم كله. بس سيبك انت من شويتين دول، مش ده برضو يا عمدة الموضوع اللي ماكنين بيني وبينك يا مبروك؟ البنت فاطمه مجننهاني. معاش ولا كان اللي يجننك والعياذ بالله يا عمدتني. البنت يا اخويا زي ما تقول ايه، شقت عقلي نصين وشقت قلبي خمس تربع، وقعدت كده واستربعت وقالت لي بقى اتلقى بقى وعدك يا مشتاق واتلسوع بنار الاشواق. والله والبنت فاطمه عملت لها كرامات يا عم، وخليتك تقول شعر اهو. خد بالك يا عمدتني، عشقك للبنت فاطمه دي لازم تطببه لمصلحتك، لانك لو ما طببتوش لمصلحتك ممكن قوي يا سبحان الله يقل من هيبتك ومقامك. لا هطببه هطببه ونص وخمس تربع كمان. اسكت يا محمد بقى احسن لك. ها انت عمال تلاقي كتير. يا سلام يا اخويا، يعني راسك هي اللي ما فيهاش. اما فاطمه بتلاقي كتير في راس زينب. انت يعني يا اخويا جاي على ميعاد الاكل عيد؟ ايه الدناوه دي؟ ربنا ما يقطع لك عدا يا عثمان يا اخويا. يوم العز ما عندك التانية ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه يا استاذ حفيظ. تعالي يا علي، تعالوا يلا، تعالوا يلا يا عيال، عيدوا على عموك العمدة وادعوا له، ادعوا له ربنا يكبر بخاطره كده. يلا خدوا منه العيدية. لا مش هدي حد حاجة، ما كفاية الطفح ده كله، العبوا عيد يلا، العبوا عيد. يلا يلا يا أولاد روح. يا أهلا يا أهلا يا دي النور. كل سنة وانتي طيبة يا سلفيتي، والسنة الجاية ان شاء الله يا اختي تكوني شايلة عوضك كده على ايديكي. ندرن عليا ندرن عليا لو حصل، يعني لو حصل. وما امسي دي السايح لكون ده بحالك ذبيحة، انما ايه ذبيحة بحق وحقيقي. ربنا يجعله عيد مبروك علينا جميعا. انت يا اختي لما عارفة ان قرايبك مش جايين ايه ده كله ليه كده؟ هي غرامة وخلاص يا ام، دي البركه في اللي موجودين. ربنا يديم العز. كل يا عمدي. لا انا والشيف. كل. يلا بسم الله. يلا كل كل يا علوان. سيب يا عمدي انا هقطع لك، اني ما تمديش ايدك انت ما تزفرها. خد. وانت خلصي وقعدي لي جوه. كل يا حبيبتي. كلي بالهنا والشفا. يعني عامل استحافظه. كل انت بقى. فصص لي. كل سنه وانت طيب يا عثمان. وانت طيب وفرحان. اقعد كل. فين العيديه؟ لما اكل اديك العيديه. اقعد كل. كل سنه وانت طيب يا حفيظه. اهلا يا اخويا، كل سنه وانت طيب. كل يا اخويا كل. قلت له يعني خلاص بعد ما تعبتنا دلوقتي الجدي ده عاجبك؟ قال عاجبني بس قال ودنه مقطوعه. قلت يا راجل ودنه مقطوعه انت راح تشغله في الاذاعه؟ بنتي يا حنان. يا نعمين يا ستي. اجري جيب لنا قمعين حلاوه. يلا يا بنت بلاش حسواكه. فراري. يا ابوي يا ابوي على الناس اللي ما عرفاش ربنا ولا خايفه منه، دي اناس. اللهم ان لم تهديهم فخذهم يا رب. يا رب يا رب الناس الفاجره دي تاخذها يا رب يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت بقى إني كان عندي حق لما قلت لك أتجوز، وما قلتش كده يعني غية في الحريم ولا حاجة، بس عشان فهمه واللي قالته. ياما نفسي أكسر نفسي. نفسي أنشف الضحكة اللي على طول مطلوقة في حلقه دي. ما هو اللي ينشف ضحكتها دي إنك تجيبي العيل تقوم هي تتنقط وتعرف إنها لا هتطول أسود ولا أبيض. أنت عايز إيه دلوقتي يا عثمان؟ يوهو. هو احنا اللي نقوله نعيده؟ ما قلتلك لازم اتجوز. ولازما ليه يا اخويا؟ ما نشوف اي صرفه تانية. يا حفيظه هنضحك على بعض. يا بنت الايام بتجري والسنين بتفوت. هنت عليك يا عثمان.
قلت عليكي العشرة. ولا عمرك تهوني أبدا يا بنت. تفهميني، أنا وإنتي ملناش غير بعض، وأنا وإنتي نعتبر واحد، يعني أنا بقيتك وإنتي بقيتي، وملناش أي حد في الدنيا غير التاني. وأخوي علوان زي ما أنت فاهمة يتمنى إن أنا أموت النهاردة قبل بكرة عشان يورث، وإخواتك المقاطيع دول اللي واقفين في ظهرك وعاملين إنهم حامينك يتمنوا اليوم اللي تروحي فيه. إيه بقى اللي يرجع كل دول عن اللي في نيتهم؟ حاطت عينك على مين يا عدمان؟ شوف برضو الولية تقول لي حاطت عينك. يا بنتي أنا مش بقول الكلام ده طمعا في الحريم، أنا بقوله عشان الصالح. أيوه، يعني مين؟ يعني إيه رأيك في البنت فاطمة؟ فاطمة مين؟ فاطمة مين إيه؟ فاطمة اللي بتخدمك تحت في الدوار. عايز تتجوز خدمتي؟ عاوز تعمل راسها براسي؟ عاوز تخلي مقامها من مقامي؟ لا، هتفضلي انتي ست الستات. وهي بنت البتات، يعني انتي تقولي لها يا بنت هي تقولك يا ست. طب دي متجوزة يا عمد ولا دي كمان ما تعرفهاش؟ يا ست انتي بس قولي اي ومالكيش دعوة بحاجة، كل حاجة سهلة في ايديني. هتطلقها من جوزها يا عمدي؟ يا بنت تفهمي، دي عيلة وحدانية، يعني لا عيلة ولا ظهر ولا سند، يعني يوم ما تخلف وناخد منها ابنها محدش هيقف ليها ولا يطالب بحقها. قلت ايه؟ يا رب توافق، يا رب توافق. البت تحت واني فوق تعبان. انت يا بنت نعمل يا ست نعمل. انت بتعملي ايه؟ انا خلصت كل اللي وراي. طب اتفضلي اكنسي المطبخ. حاضر يا ست. والله كنست. سيب البتاع اللي انت بتعمليه ده. هسيب ايه يا ست؟ سيب المكنسه اللي في ايدك دي. تعالي نضفي لي الفرن. حاضر يا ست. حاضر. عنك يا ست. حواف، تعالي ليه؟ شوف حول عليه. أنا مانيش رايحة أدور لهم تدي تاني. أهلا. إيه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجة.
أنا ماليش رايحة أدور العمدة ده تاني حتى لو فيها موتي، بس كده. بس ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ حاوليه غير يا رب. مش كفايه بقى يا رب ذلي ولا ايه؟ كفايه يا رب. انت ما بترضاش بالظلم ابدا يا رب. انت رحمن رحيم. اكتب لي عنايه بقى يا رب. ارحمني يا رب برحمتك. انا مش محترت يا رب على حكمك، بس انا تعبت تعبت يا رب. يا رب ارحمني بقى يا رب يا رب. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ وقعت وقعت يا ابو العيله في الارض. وقعت. ايوه وقعتي. واللي يقع بيتمرمغ من كل يمن كده؟ ها؟ تقصد ايه يا ابو العيلة؟ ها؟ قصدك ايه؟ العمدة مش طايق يبعد عنك دقيقة واحدة. ليه يا فاطمة؟ ليه كل ساعة والتانية يبعت يجيبك؟ السؤالات دي يا ابو العيلة؟ السؤالات دي تقصد ايه؟ قصدي انت عارفاه وفهماه والناس كلها بتحكي وتعيد فيه، وانا حمار بيه مش فاهم. انا اقول العمدي بقى طاري ويانا كده ليه؟ هي الحده يا اولاد تحدي في كتاكيت. انت مش ابو العيلة. انت مش ابو العيلة. مش ابو العيلة. لو يجيب لي الحكيم ويبعت لي فلوس ويديكي كحك. خسارك يا خسيس. خسارك يا خسيس يا ظالم. انا تظني فين يا ظالم زي كده؟ انت اتخبلت في مخك يا راجل. خبل؟ ايوه. انا بعد كل اللي عملته عشانك ده تظن فيا صلي ده يا ابو العلي؟ انا شايلك انت وامك وعيالك في حباب عيني الجوز. انا تتهمني تهمه زي دي؟ انا تتهمني تهمه زي دي يا ابو العلي؟ انا تعليك فاطمه يا ابو العلي؟ ومقام السايح ومقام السايح ما انا قاعده لك فيها دقيقه واحده يا ابو العيله. ايوه عشان تجري ترجعي للعمده تاني. لا انا ما رجعش للعمده يا ابو العيله. ما رجعش للعمده يا ابو العيله. انا غايره من الدنيا كلها. غايره من الدنيا كلها يا ابو العيله. ومقام سيدي الحسين يا ابو العيله ما حدش في خلقتي تاني يا ابو العيله. يا بنتي مع الكلب ده كلب. اوعى يا ابو العيلة بقى. كفاية. Thank you.
هنتعد يما ولا هنتعد. الدنيا تعبتني قوي يا غالي وجرت عليا وظلمتني. اي والله يا امي ظلمتني، وحتى ابو العيله جوزي هو كمان جرى عليا وظلمني وظن فيا العيب. واني والله يا امي ما عملت حاجه. الله يسامحك يا ابو العيله. لا الله لا يسامحك يا ابو العيل، الله لا يسامحك بحق الظلم اللي ظلمتهولي. انا مش مسامح، والله انا ما مسامح. لا يا رب لا لا، سامحوا النبي يا رب، انا ما استحملش عليه حاجه. الله يسامحك يا ابو العيل، الله يسامحك يا ابو العيل بحق ما ظلمتني. الله يسامحك يا ابو العيلة، الله يسامحك. بسم الله الله اكبر. السماء صافي والقمر بدر. ايوه والطلع هيتوافق، باين انك هتنول المراد يا ست السته. يا رب يا نظيمه. بس انت بقى والنبي يلا بسرعه عشان انا جتتي متلبشي. جمدي قلبك عشان سعيني يجي بفايدي. النسوان والكودي مستنيينا في الدار. يلا بسم الله. عارفه لو ما حصلش يا نظيمه المره دي انا هموت نفسي. بس هموتك انت الاول. هيو المره دي هي اللي عليها العين والني. بس انت تقول اللي حفظته لك. طيب يا ساتر يا رب عليكي، انت مالك يا وليه كده بتتحولي؟ انت بقيت شبه العفريت ليه؟ القبر ده ينفع. ينفع ازاي يعني؟ تقولي اللي حفظتهولك وما تغلطيش واني ماشيه. لا طب خليكي والنبي قاعده معايا شويه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لابد ان تكوني لوحدك. ليه؟ وانا هستناك هناك. ليه؟ طب قولي لي هي الأسيد هتطلع لي هنا ولا ايه؟ ايوه وحشتني يا غالي، وحشتني ضمتك قوي يا اما. والنبي يا اما تاخديني جارك، خديني حداكي. انا خلاص مش عايزه اعيش الدنيا دي. والله يا اما انا ما عدت قادر اعيشها. خديني حداكي يا اما، والنبي يا اما تاخديني حداكي يا اما. خديني حداكي يا اما الله يخليك. يا رب يا رب الانس والجن، ارمي في بطني حصوة عيل ان شاء الله هيحوحد باسمك يا رب. انا يما والله زي ماني، والله يامي انا زي ماني. لو لقمة قد كده بتفرح قلبي وتبسطني. بفرح بنسمة الهوي لما تهب علي وانا وسط عيالي وجوزي. جوزي يما اللي جرى علي، بدل ما يوقفني اللي ظلمتني ويقول لها غوري غوري من طريقنا يا بنت الكلب، جرى علي انا يما. بدل ما يقول لها انكشحي انكشحي. الحنين يا نظيمة، الحنين يا نظيمة، طلعولي بعيد نظيمة. يا علي يا يما، يا علي يا يما. ربنا ما يحرمك من نور عينيك يا فاطمة، ويديك على قد طبتك وصبرك على همي وهم عيالك وابوهم. ربي يكرمك ما يحرمك يا بنتي. أما فاطمة خرجت من البيت يا ستي. بتكلميني يا زينب؟ بس يا بنت يا زينب، نام يا بنت. أبا ضرب أمي وخرجها من الدار يا ستي. ضربها؟ أبو العيلة؟ أنت يا ولا أبو العيلة؟ أيوة يا أم. يا أبو العيلة بكلمك رد علي. أيوة يا أم. قال يا ابني أنت ضربت فاطمة وخرجتها بره الدار. هي دارك ده تبقى حاجة من غير فاطمة، ولا أنت تبقى لك لازمة من غيرها؟
خيبها عليك تضربها ليه يا ولا؟ ده هي اللي شايلانا. قطعت ايدك بعد رجلك. اما انت مش عارفه حاجه يا ام، مش عارفه حاجه. انا مش سامعاك ولا عاوز اسمعك. انت تخرج قوامك تجيبها، ولو ما رجعتش بيها ما ترجعش ولا عاوز اشوفك. زعلت مني زعل شديدي، ممكن تاخد بعضيها وتروح على فين دلوقتي؟ وانت ليه تزعل فطني زعل شديدي من اصل؟ وانت مالك يا اخي؟ قال لا هالبتة ما تكون راحت عند العمدي؟ لا 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 ما ظنش، لو كان حد شيع عليه انا كنت هعرف. رحت فين بس يا فطني؟ انا قلت هتهدي خلقي ايه وترجع، بس ما رجعتش. خير عليك يا ابو العيلي، هي هتلقاها منين ولا منين بس؟ هيبقى انت وحفيظي في يوم واحد. مالها حفيظي بفطني؟ الله يجازيه، سلطت البنات على فطني، مسكوه وضربوه ومرمغوه في التراب. يعني يا فطني كل دي فكرك تكون راحت فين؟ هتروح فين بصحيح؟ دي لا عم ولا أخ ولا بنت خال. ايوه أنا عرفت، أنا عرفت هي راحت فين. راحت فين؟ طب قول لي يا أبو العيلي. طب على ماه؟ علي يا فاطمة
تزعليش كده امه، هاني غلطان. النبي ما تزعلي، قومي بينا نروح. خلاص بقى النبي ما انت زعلانه، وما امي السلاح ما انت زعلانه. تنقطع ايدي يا ستي ان اتمدت عليكي تاني، بس انت برضك ما كانش ليكي حق، كان لازم تحكي لي. خفت، خفت يا ابو العيال، خفت لو تطق في دماغك تعمل عامله كده ولا كده مع العمده ومراته، ودول الناس مستقويين وما يعرفوش ربنا. وبرضك ما كانش ليكي حق تزعلي الزعل دي. اها يعني تظن فيا الظن ده ومش عايز نزعل يا ابو العيلة؟ يا بت دي معناته اني بحبك وما استحملش كلمه واحده عليكي. دمي فار، عقلي فط، ما كنتش متملك نفسي. خلاص السماح بقى يا فاطمه. لا انا زعلان، زعلان خالص. ما مش سايح ما انت زعلاني. لا انا زعلان، زعلاني خالص يا ابو العيلة. واني مش قادر خالص، مش قادر خالص يا فاطمه. اخس عليك يا ابو العيلة، اخس. خلاص بقى. لا مش خلاص، قلنا زعلاني يعني زعلاني خلاص، انا زعلاني. فاكر يا عثمان لما جيت تخطبني؟ لا مش فاكر. البواخة دي؟ لا فاكر، كان عندي 17 سنة ونص. طب ما انت فاكر اهو، وكنت حلوة وصغيرة، وشي ده كان قمر. ولا شعري كان حرير. وايه اللي عكنينه كده؟ والنبي يا اخويا ماني عارفة. أسره، وانت كمان كنت خايل البنات في الكفر، كل البنات كانت هتموت عليك، لكن انت كنت هتموت علي. يا ريت نموت. طب فاكر وانت بتلبسني الكردان وايدك جت يعني تتقطع ايدي قبل ما تيجي؟ يا اخويا ما هي بطلت تيجي، اتكسفت انا قوي وانت وشك احمر. في ايه يا حفيظ؟ عايزه ايه السعاده؟ مبسوطه شويه، عايزه اقعد اتكلم معاك كلمتين. صباح رباح يا راجل. بقول لك مبسوطه شويه. يوه، زمان كنت حسيس. ايه الغباوه دي؟ في ايه يا حفيظ؟ ما تنامي بقى، ربنا يهديك. مش نايم يا عثمان، ده انا عملت حاجات كتير قوي النهارده. ده انا رحت ال الطرق وعملت زار طلع روحي فيه، وعملت في نفسي كل اللي انت شايفه ده، وبعدين تقول لي تنامي؟ مش نايمه. كل دي عشان انا يا بنت؟ ايوه. اتريني في بالك وانا مش واخد بالي. تعرفي بقى ان انت كمان في بالي وانت مش واخده بالك؟ والنبي صحيح، تصدقي ان انا عامل لك مفاجاه؟ ايه مفاجاه؟ ايوه. بعد السنين دي كلها مفاجاه؟ ايوه. غمضي عينك بقى. أغمض عيني؟ أيوه عشان المفاجأة. أهو
ايوه غمضي قوي اهو. انا مغمضه عينيا بايدي. يلا فاجئني. عثمان تعرفي يا بهاني انا مستعده اتغيب عن خدمه الميري النهارده عشان اقعد اتكلم معاكي وما اللي عيني من ما انت عارف انا ما عنديش حد اتكلم معاه غير ماني غلبان ووحداني زي ما تقولي كده عامل زي زرع البحر تمام المي تاخده ترميه مطرح ما ترميه ترميه زرع من غير جدر انا عمري كله راح في خدمه العمدي هو خد عمري واني ما خدتش منه حاجة داني عمري ما حبيت ولا تحبيت ولو حتى بالكذب اني اصلا عمري كله كذب في كذب اهديه يخيبك يا دي الولية ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده الداري يا حلوة الداري يخرب بيتك ولية انت على طول يا وليه طالعه لي زي القدر مستعجل يا اختي لو غيرانه وبتهري مني اعملي زي انا اعمل زيك ليه اعوذ بالله يوه وماله زي ما انا زي الفل اهو اهري يا مهري وانا على مهلي الارض بارت وشققت وخلاص والجدر لما تعملي فيه ايه ما منوش فايده يا وليه لمي روحك بدل ما رقعلك على صدقك اللي طول كده دي وانا يا حبيبتي وولادي الخمسه كده هننزل ناكلك اكل بسناننا يا اختي جاتك نيله عليكي وعلى عيالك الخمسه جاتك نيله سديتي نفسي شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقولي ايه ما قلت اللي جايبه لروحك وتعبه نفسك على الفاضي ما قلت لك اتجوز واجيب العيل وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه لا ما خلاص ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله نظيمه برضو اقطع دراعي من رجلي اما كان كل الكلام ده اوانطه في اوانطه لا ما انت اصلك ما عرفتش ايوه ما اعرفش ومش عايز اعرف بعدين ايه اللون اللي انت لابساه ده انت عندك الحظبة انت احلى لون يليق عليكي اللون الابيض من فوق راسك كده لتحت رجليكي ايه يا عثمان هو انا لسه عروسي لا الكفن ساكي زعلانة يا فاطمة؟ أنا مش زعلانة منك يا أبو العيلة أنا زعلانة من الدنيا ملعون أبو الدنيا اللي تزعلك دي طب إيه رأيك؟ أنا هاخدك ونروح مقام سيدي السياح النهاردة صحيح يا أبو العيلة؟ يو صحيح وهنقضي اليوم كله هناك يا ما أنت كريم يا رب يا ما كان نفسي أروح يا أبو العيلة ده أنا صدري طابق علي وقلت يا رب يا رب نولها لي اقرا الفاتحه المقام سيدي السايح وادعي ربنا يعدلها لنا يعدلها لنا والنبي يا رب امين يا رب امين يلا بنت يلا بينا يلا انا بقول لك عم ده عشان ما تقولش ما حدش نصحني الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها عم ايوه هتهيج علينا الناس وهتقلب علينا البلد وبعدين احنا مش ناقصين يا عم ده ممكن الناس تقول ان انت موالس معاها اي والله ممكن يقولوا كده أعوذ بالله من الخبث والخبائث لا إلا الحرام وبعدين الراجل اللي اسمه محمود ديه برضو يا عم أنا ملاحظ كده إنه ابتدى يزين في الدور ده لا محمود ديه ما تخافش منه ده عضلاته في لسانه مش هيعمل حاجة برضو يا عم ده من عارف يمكن يقلب علينا الناس وأدام ابتدى يزين في الموضوع ده يبقى هيقعد بقى يعملوا البنا في بوقه كل ما يطلع على منبر ولا يقول خطبه هيقعد يعيد ويزيد فيه وإحنا مش ناقصين يا عم يعني أروح ليه؟ تروح لها مين؟ أنت العمدة انت تبعت تجيبها وتحذرها هنا اهو وتهددها قدام اللي اسمه محمود دي عشان يعرف ان البلد ليها كبير وان كلمتك ماشيه على الصغير والكبير في البلد دي ولا يا ابو العيله خد تعالى هنا خد تعالى
ازاي رجلك عامله ايه دلوقتي؟ اهي عالة اهي. طب الحمد لله. تعالى بقى هم ورايا عشان عايزك في كلمتين دلوقتي. ضيه يا عثمان. ايه دلوقتي دي؟ وراك الديوان ولا وراك الديوان؟ لا عدم المؤاخذه يا باشي، انا بس كنت واخد الجماعه كده ورايح نزور مقام الساي. جيتك ايه يالا؟ مقام شيح سيدك العمده دلوقتي؟ ابقى من مقام سيدك الساي. امي يا واد وراي عايزك في كلمتين. يا كده دلوقتي ولا ما ينفعش بعدين؟ وبعدين يقعد انت الا ما تقطعش رزقك. امال يا ابو العيل هم هم ورا العمده. امشي يالا امشي. امي يالا وراد. عافية خير. يا لهوي يابا. علي محروم. علي. اقفل الباب. ما تخافوش عليا. ما تخافوش. ما تخافوش. ما تخافوش. ايه اللي جابك هنا تاني يا محروس؟ عايز اشوف منار. رحت لحد الدار لقيت الخطر محطوطين حوالين مناته. طب انا اعمل لك ايه يا محروس؟ تروح لها. وهاتيها وياك يا فاطمة. عايز اشوفها واتحدد وياها شوي. الله لا يسيئك يا محروس، كفايه اللي حصل. النبي يا شيخ، النبي يا فاطمه، احب على قلبي عشان خاطر عيالك. ما تقطعش قلبي وعياك يا ابن ابو سالم. عارفه يا فاطمه، انا جيت لك انت بالذات عشان عارف انك مش هتكسري بخاطري ولا بخاطر منار. في عرضك يا فاطمه، انا عارف انك بتحبيني. خلاص خلاص، هروح اجيبها لك وربنا يسترها معاك ومعايا. امين. خلي بالك من العيال. فعلي دي وادي التواف ليه؟ اوه اقولك ايه يا ابو العيلة؟ هتبقى انت الغفير بتاع الارض القبلية كلتي، وهديك كمان 5 جنيه في الشهر. قلت ايه؟ ايه؟ 5 جنيه؟ الكلام ده بحق وحقيقي. ايه؟ امال بكذب وكذيب؟ بتنقل فزك يا ولد، اتخبط في لسان. عدم المؤاخذة يا جناب العمدي، بس اصل يعني 5 جنيه دي مبلغ وكتير كتير قوي. مش كتير عليك يا ابو العيل. شوف بقى، كان مروحك لسيدك السايح احسن ولا مجيتك ورانا احنا احسن؟ ده انت كده يا جناب العمدي تستاهل 100 مقام. ده انت كده احسن من السايح ذاته. اي أيوة والله العظيم. قصدي انت مش واخد بالك يا ابو العيل؟ العمدة حبك. اي أيوة والله حبك كده اهو، لله في لله. انت عارف يا ولد، الشهريه دي مش ممكن ايوتا حد يتحصل عليها في ايوتا حته. دي شهريه كبيره مش كده؟ ايوه امال، انا برضك بقول كده. انا بقى زي ما تقول كده حبيتك لله في لله، زي ما قالك عمك الشيخ كده. بس يعني هي الارض مش عليها غفر كتير، لازمتها انا ايه في وسطيه؟ لا دول مالهمش لازم. انا عايز واحد يكون صاح، واحد كده يكون منتبه واكون انا باثق فيه. لكن العيال الغفر دول جاتهم 60 نيله تحش رقابيهم كلهم. طب يعني افرض يعني ان انا يعني حابب الشغل في الطحوني، ما هو انا اصلا طحان. تجننت يا ابو العيله ولا ايه؟ في حد يا واد يرفض شغلانه زي دي وبالفلوس دي؟ حد يا واد يهبل انت يرفض رزقه ورزق عياله كده اهو؟ ايه يعني حابب الطحونه يعني؟ وايه الكلام ده؟ يعني انت مش عاجبك الشغل حدايا ولا ايه؟ لا لا يا عم، مش عاجبه ازاي يعني؟ هو بس تلاقي الفرحه لخفنته شويه في نفسه كده يعني، ولا ايه يا ابو العيله؟ استنى انت يا مبروك، ده هو بيقول لك انا حابب الطحونه وشغلتي طحان، يعني كلامنا مش لادد عليه ولا ايه يا والي؟ شفت يا عمدي؟ اهو ملكوم وساكت في نفسه اهو. يبقى موافق يا عم. هو كده يبقى موافق؟ امال ايه؟ مش السكوت علامه الرضا؟ طب ما تقول كده من الاول جاتك نيله وقعت قلوبني. شوف يا واد، انا حبيتك كده لله في لله، وان شاء الله شغلك معايا ده هيخليك تشوف خير يا والي
خير كتير قوي من كل ناحيه، هتقعد كده تلاقي خير خير خير، يعني ما شاء الله. ازيك يا محروس؟ وحشتني قوي يا منورة. وانت والله يا محروس. سرعتني يا محروس يا نطاط الحيط انت. الله يجازي اللي كان السبب. بقول لكم ايه؟ ابو العيله زمانه جاي. ابو العيله عالم باللي انا فيه. ما تعوليش هذا. فاطمه قالت لي ان انت عايزني في حاجه مهم. انا خلاص هخرج بره البلد دي. الراجل اللي انا قاعد وياه قال لي ان ممكن يدبر لي مكان في مصر. ها ايه رايك؟ رايي في ايه يا محروس؟ تيجي وياه يا مناري. تيجي وياك فين يا ولي؟ وابوها وامها ها؟ هتعمل فيهم ايه؟ ما احنا هنتمم جوازنا الله، وانا هبيع اللي ورايا واللي قدامي في الكفر، واسافر انا وهي وابوها وامها، هاي البلد دي تقعد فيه. عندك حق وحياه ربنا. بس اللي هو يعني ابو مناري هيلد عليه الموضوع ده؟ وانا راح حبيبتي هتكلمه وهيوافق باذن الله. انا همشي دلوقتي وهاجي لك بعدين، لو ابوك وامك وافقوا يبقوا لي الفطني وانا اقول لك تعمل ايه. مع السلامه. اوعى عن نفسك يا محروس. لا حول ولا قوه الا بالله. جبت امك يا اختي. يا عندها شرطه الدم كده. الطماطم مدودة يا ابوي. بهدلت. العوافي عليكم. ازيك يا عمدة؟ واحد يا اخويا من رجالتك اللي ماشيين وراك كده في الرايحه والجايه. جالي لحد داري وقال لي انك عايزني. يو قصدي عايز تكلمني في حاجه. يا ستار عيوب العيبين يا رب يا ابو. خير يا عمده؟ يا عمدة فيه ايه؟ يا جانب العمدة يا حاج عثمان. ايوه الست راهي بتكلمك. ها؟ ايوه نعم حاضر. ايوه نعم حاضر. ايه؟ بتقول لك انت بعت لها عايز منها ايه؟ اني؟ امال اني؟ خير يا عمدة؟ لا الحقيقة بقى مش خير. شوفي يا ستنتي، احنا هنا في بلد أرياف، يعني احنا مش في مصر كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا البلد دي فيها عمدة وفيها ضبط وربط وفيه قانون لازم ان يمشي على الكل، واخدة بالك انتي؟ فعيد لمؤاخذة يعني انتي لبسك كده يلفت النفر، وبعدين أعمالك كلها يعني ما تصحش وما تلدش على حد ولا ساب. طلعوا طلعوا على النجور جنب ما تتنجور عليه. يا ست راوية عدم المؤاخذة يعني انت ليه مستخفة بالكلام كده؟ عدم المؤاخذة يا عمدة يعني، بس أقل حاجة تتقال على كلام الست يعني إنه ما يصحش وعيب يا عمدة. هو إيه اللي عيبه وما يصحش؟ ليه؟ هو أنا بعمل إيه مزعل القانون مني يا عمدة؟ شوفي احنا مش عايزين نخوض في الحكاية دي. لا انا احب اخوض، اخوض قوي واستفسر عشان ابقى واعية وفاهمة. خلاصة الكلام يا ست، انت تبعدي عن بنات الكفر خالص، واللي ليك هنا في البلد اتبعيه وتشوفي لك بلد تانية. حلوين قوي، شربات قوي، وايه كمان يا اخويا؟ هو اطلعوا اطلعوا على الفجر وغلد العين اطلعوا. شوف يا ستنتي، أنا بحذرك أهو قدام الشيخ محمود، وعشان برضو ربنا يبقى شاهد علينا. اللي فات مات وعافى الله عما سلف، لكن في اللي جاي بقى أنا مش هسامح في أيوتها حاجة غلط. شوف يا شيخ محمود، لا شوفوا بقى كلكم، أنا بجوز البنات اللي ما عادوش لاقيين يتجوزوا، لأن يا حبة عيني اللي عنده بنية دلوقتي ما بقاش قادر ياكلها المش، مش يجهزها ويجوزها، وانا بقى بوفق لهم جوازات تعدل حالهم وحال اهاليهم.
عالسنة والكتاب، يعني شارع يا شيخ محمود. هو ده القول اللي عندي يا يو؟ لو انت اسمك ايه يا عمدة؟ اللي تقولي عليه يا اختي راح عن بال. ايوه افتكرت، يا سي العمدة عتمان. خلاص الكلام يا ست، قصدك ايه انت دلوقتي؟ قصدي يا اخويا ان انا ما بعملش حاجه اسوأ من اللي بيعمله غيري، على الاقل انا بدفع ثمن اللي بعمله، انما غيري بقى بياخد ولا يدفعش، ويجوع ولا ياكلش، ويضيق يا اخويا ولا يساعدش، ولا ايه؟ انا كده خلصت الكلام اللي عندي، فوتكوا بقى بعافيه. العوافي يا سي العمدة عتمان. صلاة النبي. بقول لك يا جناب العمد، الولية دي يندب في عينها او الدورة بكزان والله. لا يا عمدة، سمعني؟ لا يا ابوي، انتوا لازم تربوها الوليه دي، لازم تعملوا حاجه. استغفرك ربي واتوب اليك. دي السلام عليكم يا ابوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الراجل تعب، بس اقول لك على حاجه يا عم، الست ده هي اللي ادت فرصه للراجل ده انه يقعد يحقق ويقرر وكده، والصراحه بتاعت ربنا يعني عنده حق. بس الست دي يعني لخفنتني كده في الكلام وخدتني في دوكه. دي ست مخروطه خرطه على المخرطه. اي والله شفتها يا ولا لما قلعت كده واللحم الابيض طلع كده ولعلط وزعلط. ايوه انا كنت شايف اللحم الابيض ده من قبل ما تقلع العبايه يا عم. وبعدين ما هي اللعلطه دي هي اللي جايبانا ورا عدم المؤاخذه. لا بس دي اعربه اعربه وذنبها حامي. هو دي الكلام يا عمدي، هو دي الكلام، ذنبها حامي صح. شفت يا عمدي البت مقصوفة الرقبه هي وجوزها عملوا ايه؟ مين مقصوفة الرقبه هي وجوزها؟ اللي ما تتسمى فاطمه. مالها فاطمه؟ مش طلعوا مخبيين الواد محروس في دارهم هي وجوزها الواد الطحان؟ ايه؟ ايوه ايوه يا حضره العمده، انا شايفه الواد محروس خارج من دارهم بعينيا دول، بس هو ما شافنيش لما انا شفته وهو خارج من دارهم. انت يا غبير التوهم. استنى انا بالراحه انا اللي هشوفه في ايديك. استنى انا التوهم. استنى انا بالراحه عليا، بالراحه عليا، ده رجلي وجعاني. انتوا واخدينه على فين؟ هو عمل ايه؟ عمل ايه يا حضره؟ انا عارف يا غبير العمده انكار. استنى يا اخي، رجلي بالراحة عليا، لسه رجلي وجعاه بالراحة. هو في أي حادثة؟ يلا يا علا، يلا قدامي. بالراحة على رجلي، حرام عليكم. ما تخافيش يا بابا، يا بابا الراجل فيك يا عمدة. يعني لن يعتني يا بابا، ربنا يسود أيامكم. أنتوا اللي مشغلكم أمين يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أروح من وجهي فين بس يا رب؟ فاطمة. ايوه يا خالي، ايوه يا خالي، يا فاطمه ردي عليا يا اختي. مفيش حاجه يا خالي، مفيش حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا عيال، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربنا يسود ايامكم منكم الله وعده. مالك يا شيخ محمود؟ ايه اللي مزعلك كده ومشايلك الهم؟ فضفض لي، قول لي، ولا انت غاوي تشيل الهم لوحدك؟ يا ريت الناس كلها تشاركني في الهم ده وتشيله معاي، ما كنتش خفت الخوف الواعر ده كله. ما تخدنيش عليكم مال يا شيخ محمود، قول لي فضفض لي، ايه اللي مضايقك الضيقه دي كلها؟ احوال البلد وناس البلد، زي ما اكون خايف على ناس البلد
من ناس البلد. هي نفسها مررت الخوف اللي حسيت بيها زمان. سيئة ما حصل اللي حصل في بلدنا. واضطريت أهملها وهجي منيها. بلد شلتني وبلد حطتني. لحد ما النصيب ساقني على بلدكم وجيت هنا. وريتك. وتجوزتك. وانت حببتيني في البلد وناسها. وجيت واحد منيها. زي ما تكون بلدي في الأصل. اتولدت فيها وشبيت فيها. طب وربنا المعبود، في ناس ياما بيحبوك وبيفتكروك انك من البلد اصلا ومولود فيها بصحيح. اهي الناس دي اللي انا خايف منيها وعليها ام الغايب. زي ما اكون ما كنتش واخد بالي من جهل الناس دي. يا ابو جهلهم شديد قوي واعر يا ام الغايب. يعني هم كانوا لقوا حد علمهم القرايه والكتابه يا شيخ محمود وهم قالوا لا. يا بات يا بت، الجهل اللي نقصده ملوش دعوه بالقرايه والكتابه. انا اقصد جهل الوعي والبصيره. اقصد عمل قلوب وفقر الضمائر. ناس بلدنا ما بيبصوش الا تحت رجليهم. طالما اليوم عدى والبطن مليانة وتمام يبقى ما فيش مشكلة في أي حاجة. الناس يا شيخ محمود الفقر غالبهم وكسرهم. ناس بلدنا ما عايزينش يفهموا إن ملو البطون من غير ملو العقول يهد ما يبنيش ويوطي ما يعليش ويوجع يوجع ما يدويش. هم الغايب قولت آه مهما قالت ما تشفيش. يا واد افهم بقى يا حمار حصاوي. انت لو قلت الواد محروس ده متاوي في اني داهيه هنعتبرك شاهد ويمكن تاخد مكافأة كمان. لكن تنكر وتقول ان هو ما كانش مستخبي في دارك هتودي نفسك في 70 داهيه. ليه؟ لأن فيه 70 عين شافته هو داخل دارك و70 زيهم شافوه هو خارج من دارك. يا واد قول الحقيقة، خلص نفسك، انت واد غلبان مش حمل اللي هيجرارك من ورا الموال الأخبر دي. قول لي بقى، محروس خرج من دارك راح على فين؟ يمين بالله العظيم، يمين بالله العظيم ما أعرف. ثلاثة بالله العظيم ما قال لي. يا واد قال لك إيه؟ يا واد يا أبو العين العمدة عارف كل حاجة يا واد. عارف مين بيقول إيه؟ وليه وعشان ايه وازاي؟ فما تكذبش عليه يا والي. هتفضل مش شعبط في الكذب كده يا كذاب يا ابن الكذابه؟ معقوله؟ يعني انا اراعيك واقف جنبك واحن عليك وطيب بخاطرك واديك فلوس من مالي واشفق على رجلك المتنيله دي وعلى حالك الزفت تقوم انت تتوب من الكلب المجرم دي؟ معقوله؟ انا عارف اللي هيوديني في داهيه ويجيب له كل البلاوي طيبه قلبي. اي والله يا عمد مش كده؟ لكن لو انا بقى عمده مفتري وظالم كان كل الناس عملت لي حساب وكان كله خاف مني وكش كده زي الكتاكيت. لكن انا برضه من طيبه قلبي بقول دول اهلي وناسي ولاد بلدي، مش عايز يعني اشد عليهم ولا اظلم حد فيهم. اسمع يا واد، انت لو ما قلتش الواد ده متوي فين انا هخليك تقول جاي وروحك تستمنى تطلع ما تلاقيش طلوع. والختم الشريف ما اعرف، والختم الشريف ما اعرف يا عمدي، صدقني. برضه لازم تكذب وعمال تنكر. ماشي يا ابو العيله. انا ما انكرش ايه وكان عندي في الدار. انما والله العظيم ما قال لي رايح على فين. انا مظلوم والله يا عمدي، مظلوم والله. ماشي، خدوه يا واد انت هو على الحجز لحد ما يجي جناب المأمور بكره الصبح يشوف له صرفه وياه. يلا امشي. يا عمدي مظلوم. امشي يالا. مظلوم والله. امشي يالا. امشي ويانا. سمعت قوي امشي. ليه الغلب دي؟ اي والله ومن سمعك يا عمد. طب بالاذن انا يا عمد بقى اروح. راح فين؟ تروح ايه؟ وانت يعني وراك ايه؟ لا في عيل ولا تيل مستنيك في الدار ولا حتى ورا عماره مستنياك. ما انا قلت الكلام ده يا عمد ولونك جاب متلوك كده
يبقى انت عايزني في حاجه وانا هبيط عنك يا عمدي. انا عارفك اقسم بالله انا عارف. المهم انت عارف مسحب كده ليه وانا ماشي يا راجل اللي ما في وصفه واحده اديتها لي وجابت معايا نتيجه الا كل مره يقدني زي الشوال كده على السرير وشخير يجيب اخر البلد. وكل مره خد يا عمدي وهتدعي لي خد دي وهتدعي لي وعمال ادعي عليك وعلي جابوه. لا لا يا عمدي أني وصفاتي عمرها ما خيبت مع حد أبد. Yeah. يمكن أنت يا عمدة بقى اللي بتستعملها غلط ولا حاجة. يا سلام كل مرة بستعملها غلط كل مرة غلط. بالك أنت أني ما بقاش يلزمني وصفات الدنيا دي كلها طول ما معايا اللي اسمها حفيظة دي أني بشوفها بتغام. أهو الحائبا يا عمدة يعني العيب مش في الوصفات بتاعتي عدم المؤاخذة العيب في المرة اللي أنت أنيه. بلك يا شيخ مبروك أنا لو معايا البنت فاطمة دي كنت تبص تلاقيني كده يعني تبص ايه تبص على ايه اهدي مفيش غشة امشي اطلع بره يلا بره. السلام عليكم. اهدي عايز محدش يبص عليا كده وابقى لوحدي وتبقى معايا فاطمة كده وماني بقى ايه. ده ايه النوم ده؟ ايه النوم اللي على الغفلة دي؟ عايز تنام؟ فرشتنا جاهزة يا اخويا يلا بينا ننام. مش جاي لي نوم. هلاو بالك يا فاطمة انا حلاقيها من عتمان ولا حلاقيها من ناس؟ سيبونا في حالنا سيبونا في حالنا يا ناس نعمل ايه يعني؟ نموت نفسنا؟ احرق الدار؟ نموت انا وعيالي عشان عثمان يتهد والناس تخرس؟ صلي على النبي في قلبك امال يا فاطمه مش كده يا اختي؟ طب ليه يا رب؟ ليه؟ حسد؟ على ايه؟ عالفقر اللي مسوس عضمني انا والعيال وابوهم؟ عالبرد اللي بينهش في جتتنا؟ احنا بننام بالليل متحشرين في بعض خايفين من قله الغطا. احنا بنقعد باليوم والاتنين لا بنشوف الزاد ولا حتى اللقمه الناشفه. طب ليه يا رب؟ يكونش غضب؟ طب غضب ليه؟ أنا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا ولا عملت حاجة حرام. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ مش كده يا فاطمة مش كده يا حبيبتي. سيبيني. ليه يا رب كده؟ هو مفيش غيري؟ ليه يا رب أنا بالذات اللي باليني بالهم يا رب؟ ما تخلي يا رب الهم يروح لحد تاني يا رب أنا فاطمية يا رب. بقول لك إيه يا فاطمة؟ تروحي يا اختي للست حفيظه استرجيها. حفيظه دي تتقي العمى ولا انها تشوفني؟ هروحي لها انت خسرانه حاجه. وخلي بالك حفيظه لو عملت معاكي ايها معروف في الحكايه دي مش هتعمله عشان هي عايزه تساعدك لا انما عشان تعرفك انها تقدر تعمل كده. فاكر كده؟ هو كده وابو كده. تعالوا يا عيال تعالوا اقعدوا مع حنان وانا هروح مشوار وحاجة على طول. نيمي العيال وخدي الباب في ايدك وانتي خارجة. حاضر يا اختي حاضر. يلا يا عيال يلا. يلا. ورب الكعبي ما حصل. ورب الكعبي لست حفيظة ما حصل. والله العظيم ما حصل ده احنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط. يا ست حفيظة بالعقل كده. يعني احنا لاقيين ناكل لما هنتوي حد في دارنا بالعقل كده. اعليها معايا انت طيب. قولي للمخفي جوزك ناس ياما شافوا محروس خارج من داركم. حصل يا بنت ولا ما حصلش؟ كدب وافتري. والله يا ست حفيظه كدب وافتري. انا مش عارفه النصايب دي بتيجي علينا منين بس. والله يا ست حفيظه ما حصل. ونبي يا ست حفيظه امان عليكي الهي يا رب ربنا يرزقك يا رب وينورك كل اللي في بالك
وتزوري ابرحه ابن المصطفى وتزوري الكعبه تتوسطي عند العمد لابو العلي. والله العظيم يا ست حافظي ده قاعد في البيت بقاله ياما رجله مكسوره ومش قادر يتحرك. ده احنا ملناش غيره والله يا ست حافظي. والنبي تتوسطي عند العمد والنبي يقولي له يعطي ابو العلي لوجه الله. والنبي يا ست ده عياله محتاجينه يا ست. هات يا بنت المداس. حاضر حاضر يا ست. بوسي. عايزه توسخي لي رجلي يا معفني؟ امشي اطلعي بره يا رب ياخدك انت وجوزك. ليه كده ليه؟ ليه؟ ليه كده ليه؟ ده حتى الافتراء وحش. ايه يا عمدة؟ ده الافتراء وحش. وحش الافتراء والله. ده حتى ربنا اسمه الرحمن الرحيم. ليه الافتراء ليه؟ ليه؟ طب وجامك بتضربني ليه؟ هو اللي عملت حاجة؟ ويا البت الغلبانة دي عملت حاجة؟ ما هي اتضربت. انضرب وانت ساكت. يا عمدة مالك يا عمدة؟ مش طايق نفسك وبتخانق دبان وشك ليه؟ والله ما جيت جنب وشه والله. هش هش. ايوه ايه يا حفيظ؟ ايه البنت غلبانه ما تستاهلش منك اللي انت بتعمليه فيها دي. حنين حنين يعني الحنيه وحشه. اموت في الحنيه يا اخويا اشوف منها ندعه. اهو انت جيت يا ضنايا. الف حمد وشكر لك يا رب. يا فاطمه فاطمه ابو العلا رجع. ابو العلا رجع بالسلامه. انتوا مش هترد عليا ليه يا ولاد؟ هتقولي القله عاوزه بلي ريقي. أنا كان بيستهيألي إن أبو العلا رجع ولا أني كنت بخطرف؟ ما بترديش عليا ليه يا فاطمة؟ يبقى أبو العلا ما جاش. ها؟ ما جاش. قولي لي يا فاطمة جرى إيه؟ عملوا إيه في جوزك؟ عمل فيه إيه اللي تجيله شوطة هو ومراته؟ إلهي ما يوعى ولا يستوعى البعدة. هيجي بكره هيجي بكره يا بنت. ما انا عارفه انه ما جاش قلتلك. هيجي هيجي يا خالي هيجي. قولي لي يا بنتي جرى حاجه لابو العلا؟ جرى له حاجه؟ انت يا بنت حصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ احنا خلاص ما عادش فيني بعد الذل والمهاني. هيبقى ايه بعد الدوس بالرجلين النكسي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ هيبقى ايه؟ هو الغلبان يملك ايه غير انه ينحني للزمن يا فاطمه؟
عود الغلبان ضعفان مش حمل ريح تهب عليه وهو واقف تقطمه. أنا لما بشوف الجوف عينين عيالي ولا حتى يعض في بطني بقول الحمد لله يا رب، حمدك وشكرك. ولما البرد بيصحيني في عز نومي بقول يا رب لك حكمة في كده. بس كسرة النفس قاسية، والمذلة قصاد اللي عايزين ياكلوا لحمنه ولا يعصوش ايديهم أكتر ألف مرة من الموت. أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه يا فاطمة، لكن حاسة بيك يا بنتي واللي بجواك. ربنا عالظالم والمفتري، أنت عالظالم والمفتري يا رب، أنت عالظالم والمفتري يا رب. يلا
بالحق يا شيخ محمود، هي فاطمه لو كانت ماتت كده كانت تبقى كفري؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ انت بس تقول الحمد لله ان احنا لحقناها قبل لا تخسر دنيتها واخرتها. طب وايه اقول لك يا شيخ محمود في اللي احنا عايشينه ده؟ بس مش كفر؟ يعني البت لما تموت نفسها كده يبقى كفر، والظلم والافتراء اللي خلوها يتولع في روحها بس مش كفر؟ انا مش فاهم ليه ربنا ما بياخدش العالم المفتريه دي اللي نازله اذيه وعدوان في الخلق ويريح الدنيا منه؟ ليه ربنا سايب عثمان واللي زيه وما بياخدهمش ويخلي عشيتنا فل الفل؟ بس يا اسكت يا اسكت يا دوك في الخشمه، استغفر ربك، لا هتخرف في الكلام انت ولا ايه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما هو برضك يعني ما عادش حد بيرحم يا عم الشيخ، والواحد مننا برضك ليه طاقه، والبت خلاص جابت اخرها، الحمل تقل على ظهرها قوي. كانت هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه البت المنكسره الغلبله دي؟ شوف يا حسان، في واحد من المؤلفاتيه الكبار قال ايه كلام مهم قوي، اسمع. قال لك ما كانت الذئاب ذئابا لو لم تكن الخراف خرافا. فاهم حاجه يا ادم الكلام ده؟ طبعا لا، بس انا برضك شايف يعني ان مفيش حد في الدنيا يحب انه يتذل او يتهان كده على ولي. ما ديك طلعت فاهم يا مرزه هيك. شوف يا حسان، لما تداس كرامتك وتقول الطيب احسن، ولما عزت نفسك تتجرح وتقول يا حيط دريني، ويبقى كل همك في الدنيا انك تملى بطنك وتاكل وتشرب وبس، يبقى انت اللي بتهين نفسك يا حسان، انت اللي بتدوس على كرامتك برجليك. طيب والضعيف يا عم الشيخ يعمل ايه؟ الضعيف يقوى بعزته وكرامته يا حسان، يقوى بشموخه. الضعيف ضعيف الايمان يا حسان، مش ضعيف الجسم والبنيان ابدا. يا مهبل يا مختل انت. اهو كلام، كفايانا كلام، هرتونا كلام، كلام ابن عم حدي ياد. لا لا يا حسان، ده مش كلام، ده حق. طب جرب كده، جرب توقف وش الظالم وتقول لا، جرب توقف وتقول عايز حقي وتصر لغايه ما تاخده. يا حسان، ربنا بيحب يشوف عزته وشموخه في خلقه. يا حسان، ما ضاع حق وراءه مطالب يا وكل اللي جابوه. ما قلت ليش ناوي تعمل ايه في اللي انت حبسه ده؟ هربيه. ايوه هتربيه ازاي يعني؟ يعني ايه ازاي؟ زي ما بتربوا. انا قلت يمكن تكون ناوي تضيفه ولا تمشيه عشان خاطر السنيورة. في ايه يا حفيظة؟ ما تسيبينا نطفح اللقمة. انا عايزك تمشي البت دي وجوزها من الكفر كله. طيب حاضر ماشي، انا بس عايزك تروقي كده وتشيل الموضوع ده من دماغك نهائي. ليه هو انت اللي في دماغك موضوع غيره؟ يوهو، ما تسيبينا نطفح بقى يا حفيظة. شوف يا عثمان، لو نسوان الدنيا دي كلها انشفتوا وما فضلش غير المعزة دي برضو مش هتتجوز. استحفيزة 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 حفيزة استحفيزة. فاطمة 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 مالها اشتغل ترقصي؟ هو اللي عيت ايه؟ ومالك يا اخويا اتنفضت كده ليه؟ ها يا بت، خلصنا منها وغارت في داهية؟ لا، دارها هي اللي ولعت ولحقوها هي وعيالها. مين دور البهايم اللي لحقوه؟ أهل البلد، أهل الخير. المهم هي فين دلوقتي؟ الشيخ محمود خدها بيته. يعني هي كويسة؟ شيم، نروح ونشوف. شوف يا عثمان، لو خرجت بره البيت ده لحكون سايبالك الدوار كله. أحسن، وهاخد ارضي وهروح لاخويا سيد. فاكره؟ في ايه يا حفيظ؟ وانا قلت ان انا خارج؟ انا كنت قايم مغسل ايدي. قولي لي يا زفت انت. ايوه احكي لي بقى كده الحكايه من الاول للاخر، بس كلمه كلمه وحرف حرف، وانا عايزك بقى بين كل كلمه وكلمه تقولي فاطمه. انا بقول
ألم لك هدومك يا استفط يا استحفيزي. امشي عليك وعلى اخبار امك. والله العظيم ذنب، يعني الواحد ياكل ولا يشرب ولا يعمل ايه؟ ما تجيبي فاطمه تشتغل عندك يا ست روي، والنبي دي غلباني وطيبه ومن كسره، وبصراحه كده عايزه اقف جنبيه. الله، هو مش الناس لبعضيها برضك ولا هو كلامه خلاص؟ وابو العيلة؟ ايوه، مال ابو العيلة؟ بيحبها؟ الا بيحبها، بيحبها بس. يا هناكي يا فاطمة، يا هناكي يا فاطمة، يا هناكي على ايه؟ بيتها اتحرق والعمدة قابض على جوزها وحبسه، وانت تقولي لي يا هناكي يا فاطمة؟ جاتك الهم ما يتلم. ايوه يا هنا يا ست، وهي الواحدة عايزة ايه غير راجل كده يبقى حبيبها وعايز يحطها في عينيه من جوه ويشيط ويزيد عليها لو حد بصلها بس بطرف عينيه؟ طب والكلام اللي داير يتقال عليها وعلى العمدة؟ قطع لسان اللي يقول كلمة كده ولا كده على فاطمة. وفي في الكفر كله حد في جمال وكمال فاطمة؟ يكشي بس هي الغيره اللي بتاكل في كبد الناس. بيغيروا على ايه يا بنت انت يا مصورة الرقبة؟ على الضحكة الصافية اللي من القلب يا دنيلة، على ابو العيلة اللي ما يستخسرش فيها نفسه وعينه، اللي قبل ما ياكل هو لازم يطمن الاول ان هي قبله كلت وشبعانة ومبسوطة كمان. ده يبقى يحبة عين امه لسه بخلصت شغلي في الطاحونة وطالع عينه وايده متقطعة 100 حتة، ياخد اجرته من هنا ويطير على البيت فريره يشوفها اذا كانت عايزة حاجة. ابو العيلة، هو في راجل زي ابو العيلة؟ فاطمة ست ولا كل الستات؟ عليا وعليكي وعلى فاطمة، الهي تختصي في ترعة ما يلاقوكي يا بعيدة. صدعتيني ده يا تصدعك، يلا امشي غوري. حاضر. جاتك مصيبة. عيني عليكي يا فاطمة، والنبي ما تستاهلي كده أبدا. اسكتي يا بيت، ايش فهمك انت؟ دي آخرة المشي البطاء. هي بقى عايزة تعمل كده ليه؟ عشان دارها تروح حتة فحمة وتقوم أخدة بعضها وتروح تقعد حدا العمدة. كلنا عارفين الكلام دي. لا لا يا سعاد، فاطمة ملهاش في كده أبدا. اسكتي يا بيت، انت ايش فهمك انت؟ انت ايش خشاشك كمان احنا في حوارنك؟ ايوه بيت، وما بتمشي من هنا. قوم يا بيت، البت دي بوشين ما تجيبهاش هنا تاني. بس برضو الواحد مش مصدق بقى البت فاطمة يطلع منها كل دي. انت اصلا طيب في مخك وما انتش دارب حاجة. طب ده أني البت فاطمة دي حاولت معايا كتير يامي. ايه؟ ايوه، وانك مني عارف ومتأكد يعني العمدة عينه من هي، كنت دايما بكرشها وبعيدة عني. بس الكلام ده ما يطلعش بره يا زناتي ولا يروح لأي ودن غير ودانك. أحسن بالله العظيم، بالله العظيم أزعل. عيب عليك، أنت تعرف عن زناتي كده برضو؟ اسمعي يا منار يا بنتي، احنا ربنا ما رزقناش بغيرك. انا وامك انت نورت حياتنا، واللي انت فيه ده منغص علينا عيشتنا، ومش هتخرجي من اللي انت فيه واحنا فيه ده الا لما تجربي حظك مع حد تاني. حد تاني؟ محروس ابو سالم خلاص راحت عليه، وامر ربنا نفد فيه ومستقبله ضاع وطريقك وياه السد، والحمد لله ان ده حصل قبل ما يكتب كتابه عليك. لا يابا، انا مرات محروس ابو سالم وهو جوزي وهتني مراته مهما حصل. والله يخليك يابا، سيبني في حالي بقى. اخرس بقول لك واسكت ساكت. انا خلاص ما عدتش خايف منك ولا من ظلمك. اسمع الكلام اللي هقوله لك ده هون، واديني بقوله لك اهو في وشك وعيني في عينك. انت ظالم واني هشهد بالحق وهجرسك في البلد كلها. هتعمل لي ايه يعني؟ هترفدني من الميري؟ يا ريت عدوي واشتهت نايبي. انا كده كده صايع وفقران، داني ما باخدش منك غير العيش الناشف ودود المش. هتعمل لي ايه؟ هتسجني يا
يا ريت أكل ومرعى وقلة صانعة. مالك؟ مستغرب ليه؟ أول مرة حد يقولك في وشك إنك ظالم وحرامي وقاتل؟ ما عشان كده سكاكينك حمية على رقاب الخلق. لكن لا يا عتمان، خلاص خلاص لكل ظالم نهاية، ونهايتك على إيداني. أنا اللي هخلص البلد كله من شرك وظلمك وفسادك. ايوه هقوله كده، ما اقولوش ليه يعني، دي حتة بني آدم، اخاف من بني آدم هيجوعني ولا يسجني؟ وما اخافش من ربني اللي اقوى من جبابرة الدنيا دي كلها؟ انا هروح اديهم له في جنابه واللي يحصل يحصل، هبعبع بالمفتشر واجري على الله. جت وكسي يحنس بيها اخواته. ايه خير؟ صحيلي السعادة ليه؟ ايوه حضرة العمدة، اني جاي لك عشان اقول لك انني قول انني يا انت صحيلي السعادة عشان تقول لي انني ما تنطع يا ولد. ماني هقول اهو، انا جاي لحضرتك في الكلام. طب مد ما أنا أدخل أجيب الفرد وأديك طختين أخلص منك، ما تتكلم يا نيلة. أنا هقول أهو، عاوز أقول لحضرتك إنك عمدي. طب ما دي معروفة، انطق يا ولد. أني وأنت أنت، ما هو الهبل له ناس. أنا مش جبان ولا ضعيف قدام حد يا فهيمة، أنا بقدر الكبير وده احترام مش خوف ولا ضعف. وياك تقولي كده تاني لأحسن ورب الكعبة. خلاص ما تتحميقش قوي كده، أنت سيد الرجالة يا علوان، وهو احترامك لأخوك يخليه ياخد حقك وحق عيالك في كرشه؟ أخوك ده ما يجيش غير بالعافية. قصدك يعني أمسك في أخويا قدام الناس يا ولية ونبقى فرجة؟ ما انت لو تعرف الناس بتقول ايه عليك، لكن الكلام يجي لحد اصحابه ويوقف. انا بس اللي مش عايزه عكنينك. وانت لسه هتعكنيني؟ هي واقفه ناشفه كده مع اخوك تطلب حقك في ورثك منه وترجعه لك ولعيالك، وترفع صوتك كده وتحدده في مصالح الناس وحقوقهم بدل ما هو نازل فيها حش. وعلى الاقل تقف جنب فاطمه المسكينه والطيب بخاطرها، وتخلى اخوك بقى يسيب ابو العيله جوزها الغلبان. اتنحرر يا راجل، اعمل حاجة، خلي الناس تحس كده انك ليك كلمة بدل ما انت خيخي. خيخي؟ اني خيخة يا بت؟ مش انا اللي بقول كده، الناس هي اللي بتقول كده. وخلي بالك، زي ما عتمان حرق دار فاطني وحبس ابو العيلة، بكرة هو كمان يحبسك ويحرق دارك. عتمان ما حرقش دار فاطمة يا فهيمة، دي هي اللي حرقته. هي اللي ولعت في الدار من عمايل اخوك فيها وفي جوزها وعيالها، سود العيشه في وشها وبكره يسودها فيك انت كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب على إيدك يا شيخ مبروك، أحب على إيدك تكلمني العمدي. أنا ما عملتش حاجة، أنا مصدوم والله. وبعدين لازم نخرج، لازم نروح أشوف فاطمة وأمي والولاد والمصيبة اللي جرت لهم دي. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يا رب. وكان عليك ده بإيه بس يا أبو العيلة؟
والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي اخبيها عندي يا شيخ مبروك. شوف يا ابو العلا، انا استاذنت جنب العمده ان اجي لك واقعد اتحدث معاك. انت غلى عندي يا ابو العيال وانت عارف. وانت عارف معزتك عندي قد ايه؟ ايوه بس انت غلط. اقسم بالله العظيم غلطت يا ابو العلا، وغلط كبير قوي كمان. وندمان على الغلط دي. ومقام السايح ندمان عليه. ما هو مش كل مره يا ابو العلا. مش كل مره هيسامحك، وعندي مهما كان العمده يا غالي. يعني له هيبته ولازم الناس تحترم الهيبه دي. ايه وانا اقدر اعمل غير كده؟ اهو انت سبحان الله عمال. يعني لما تخلي واد زي محروس دي يا ابو العيلة. ليه؟ ايه الحكايه مش كده؟ الواد محروس دي. شوف يا ابو العيلة، مش هنقضي الحكايه كلام محادثة يا اخويا. من افسد شيء عليه باصلاحه، كده ولا لا؟ وانت عمرك يعني بتقول حاجه غلط عم الشيخ؟ غلط. يبقى انت كده بقى يا سبحان الله لازم تعوض العمد وتثبت له اولا ان نيتك صافيه، وعمرك عمرك ما تستخسر فيها ايوتا حاجه ابدا، مهما كانت واللي يطلبه تنفذه على طول. يومه بس يعني وانا حلت حاجه يا ولا يا ولا ما يبقاش مخك ظلم. امال انا بقول لك لو لو طلب. حاضر. شوف يا ابو العلا، انت لغايه دلوقتي دماغك مش جايبه العمده كان ناوي يعمل فيك ايه. ده لولاش انا اتدخلت وقعدت اتحايل على العمده لغايه ما قلبي وجعني من المناه دي، والراجل الله يكرمه لما لقى قلبي وجعني قال لي خلاص خلاص يا شيخ مبروك اللي تقوله ماشي، بس الواد ابو العلا ده لازم يثبت لي حسن نيته. واني قد الاول. خلاص انا بقى هروح للعمده واقول له ان ابو العيلة تحت امرك وطاعي يا عمده، واللي هتقوله وتحكم بيه ماشي ونافذ. اي حاجه هتقولها للعمده انا هنفذها. خلاص يا ابو العيلة امشي يعني؟ لا تمشي. ايه يا زريبه انت هتفضل قاعد هنا زي ما انت لغايه ما انا اروح اقول للعمده، وانت قاعد هنا بقى اخويا رافع ايدك للسما وعمال تدعي ان العمده يحن عليك ويرضى عنك. وعلى الله التسهيل. يا رب يا رب عم الشيخ. ادعي لي يا ابو العيلة. سلام. يا رب. صح النوم يا فاطومة. يلا حبيبتي قومي كليك لقمة. قومي ما تغلبنيش، انتي ما أكلتيش حاجة. ياه أنا عارفة مين اللي هيقدر عليك، مفيش غير الشيخ محمود. يا شيخ محمود يا شيخ محمود طلعي فاطمة مش عايزة تاكل. يا ساتر إيه الحكاية يا فاطمة؟ مش عايزة تاكل. ليه يا أبوي؟ ياك وأكلك ما عجبهاش يا أم الغايب. قوم يا فاطمة سمي وكلي يا بابا. قوم. يلا حبيبتي. قومي كلي لك حويجة عشان العيال ياكلوا. يلا يا فاطمة. يلا سمي يا بنت. ربنا يهديك يا فاطمة. هات يا رب. أشر لها برتقال. ها يا سلام. أقشر لك برتقال يا بنت. إيه يا بنتي؟ إيه يا بنتي؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. خير خير يا خير يا ولية خير. خلاص خلاص. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب يا ساتر. ايه خير؟ عملت وياها ايه؟ مهيت الطريق. مهيت الطريق؟ ايه مهيت الطريق دي؟ انا مهلك يا عمد. الحكايه ما تتاخدش قفشه بالطريقه دي. انا خلاص ما بقاش عندي صبر ولا جلد. انا هروح له اخليه يطلعها واحده واحده يا عمد. واحده واحده. الحكايه لازم تستوي على نار هاديه. هلا
هو انت عايز منه حته ارض ولا راسين مواشي؟ ده انت عايز مراته، مراته ام عياله هتمات. وبعدين ان الله مع الصابرين يا اخي. صبرني يا رب. حضره العمده كله تمام يا حضره العمده. هو ايه اللي تمام؟ الست راويه العساكر جم خدوها من بيتها دلوقتي. يعني حصل يا ولد؟ ايوه، انا فضلت واقف لحد ما اتاكدت انهم خدوها وجيت على هنا عشان اقول لك. هما خدوها ليه؟ عشان انت تسال بس. براوي عليه المأمور ده. اي والله تمر فيه العيش والبط، ما هو ياما زغط هنا. عرفت بقى خدوها ليه؟ ليه؟ عشان كانت بتزغط البط. اتفضلي اقعدي. يزيد فضلك. تدخلي؟ لو ما عندكش مانع. أنا آسف إن أنا جبتك بالشكل ده. لا أبدا، مفيش حاجة، أنا تحت أمر. بس يعني مستغربة شوية، أصل مفيش حد بيجيبوا العساكر للمركز بالشكل ده إلا ما يكون عامل مصيبة. هو أنا متهمة في حاجة ولا إيه؟ يعني بلاغ من أهل البلد. أهل البلد؟ كلهم؟ غريبة أوي دي. يعني بيقولوا كده لما اغصب انك انت بتعملي حاجات منافع للادب. ايه دعارة يعني؟ ما هي ملهاش معنى تاني غير كده. مش بالظبط كده يعني. لا هو بالظبط يعني منافع للادب. هكون بعمل ايه؟ بلعب استغمايه ولا عروسه وعريس؟ بيقولوا انك انت بتمشي في جوازات مشبوهة. جوازات مشبوهة؟ ليه؟ هو سعادتك شايف ان في جوازات مشبوهة وجوازات مش مشبوهة؟ ده احنا هنلف وندور على بعض بقى. متهيألي سيادتك فاهمة كويس قوي انا اقصد ايه، فياريت تجاوبي على قد السؤال وبس. شوف يا جناب المأمور، سعادتك بتقول ايه؟ جواز صح؟ ايوه. طيب يبقى البنت من دول بتتجوز بعلم ابوها وامها وبرضاها، وبتخرج من بيت ابوها والبلد كلها شايفاها بهيصه وهليله وطبل وزمر البيت جوزها، وبيشوفوها كمان وهي راجعه. يا ست راوية، لا ده القضاء والنصيب، دي مصارين البطن بتتعارك يا سعاده البي. كل اللي انت جوزتيهم بيحصل لهم كده؟ ايه صدفة يعني؟ ما هو أهل البلد ما وراهمش غير الكلام والضرب في سمعة وشرف أي حد عايش مستور بالكذب قبل السيد. طب ما هما كمان بيقولوا عليك إنك بتاكل من العمدة عشان تسكت وتتستر على بلاوي بيعملها. أقوم أنا ولا غيري نصدق كده الكلام على طول؟ شوف يا سعادة البيه،
نص فلاحين البلد يا اخويا اللي انت بتتكلم عنهم بيشتغلوا عندي في ارضي، والحمد لله الحمد لله نعمه من عند ربنا فاتحه بيوت ياما. يعني لو حد فيهم شايف ان انا مش كويسه ولا ماشي بطال كان يجي يشتغلوا في ارضي ليه؟ ولا يجوا يبيعوا ويشتروا ويايا ليه؟ ولا لو واحده تتعذر تيجي تستلف مني ليه؟ تلاقيهم بس واحد ولا اتنين من اللي ليهم مصلحة في أذيتي، زي كده اللي بيقولوا عليك لا مؤاخذة الكلام البطال. بس أنا مش زعلان، بالعكس ده أنا مبسوطة قوي، مبسوطة أني جيت هنا أهو اتعرفت عليك وشفتك. طيب يا ست راوي، يعني نفترض لو أنا لو على أهل البلد كنت كل يوم أي اشتكي في المركز. والله كل يوم. ليه خير؟ بيعملوا لك ايه هما؟ نص اهل البلد طمعانين فيا، واللي بكسر بخاطري منه بيبقى عايز يأذيني، والنص التاني باصص لي اكمني صاحبة ارض ومال ونعمة من عند ربنا. اللي أقول لي يا سعادة البيه، هو حضرتك متجوز؟ كنت. اتوفت ولا طلقتها؟ توفت. تعيش وتفتكر، بس يعني هتفضل عايش لوحدك كده على طول؟ قصدك ايه يعني؟ اقصد يعني لو عايز تتجوز انا تحت امرك، هجوزك جوازة تسعدك وتهنيك عالسنة والكتاب، عشان تعرف بنفسك إذا كنت بمشي في جوازات مشروعة ولا لأ. ويعني لو كان بك عندك وقت يا ريت تيجي تزورني في بيتي وتقعد معايا شوية عشان تشوف بنفسك. إمتى؟ ده جرح بسيط والحمد لله، بس يعني لو فيها سألة مني. قال مين اللي عورك كده يا شيخ محمود؟ يا ابوي قلت لك محدش عورني، محدش عورني يا زناتي. لا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك يا زناتي، انا عندي حاجة كده عايز اقولها لك من زمان، حاجة مهمة، بس تفتح مخك معاي. قول يا شيخ محمود، ما انت كلامك كله حكم. الله يخليك، انت يا زناتي شخص بارد، بارد وابرد من القطب الشمالي. القطب الشمالي؟ قول لي ليه؟ ليه؟ عشان مناخيرك سواعي كده تتحشر في اللي ليك فيه واللي مليكش. يعني باختصار يا زناتي انت شخص نطع. قولي ليه؟ قولي ليه؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ ما قلنا عشان انت بارد وابرد من القطب الشمالي. الا بالحق يا شيخ محمود، هو القطب الشمالي دي من بلدني ولا غريب عن هيني؟ لا يا ابوي ما غريبش، ما غريب الا الشوال. متشكرين يا شيخ محمود. خد يا اخوي، خد اللي يهمك. شكرين يا سيدي. تعبناك معانا عاد. احنا نخدم من غير حاجه والله يا شيخ محمود. ما عارف يا ابوي، وربنا ما يجيب حاجه وحشه. انا هفوت عليك بكري اغير لك على الجرح ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي ورحمه الله وبركاته. يا رب يا ساتر. حقك عليا يا شيخ محمود، شلكت ايدي تتقطع قبل ما اعملها. ما تاخديش في بالك يا فاطمه، ما حصلش حاجه، بس برضو كده كده يا فاطمه تهون عليك حياتك كده يا شيخه العرب. لا يا فاطمه لا، ما كنتش عارف ان ايمانك ضعيف كده يا بنتي. الغلب اللي شفته، الغلب اللي شفته يا شيخ محمود. يا بنتي لما تضيق بيك الدنيا تكلمي ربنا، اشكيله وادعي يصلح الحال. شايفه مطلع على كل حاجه.
يبقى ارمي حمولك عليه يا حبيبتي، هو رحمن رحيم. معلش يا شيخ محمود، غصب عني والله كان غصب عني. معلش يا فاطمة، بس خلي بالك انت اسمك حلو، اسمك على اسم بنت نبينا عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يا فاطمة ما يبقاش ضعيف ونفسه تهون عليه كده والكفر يبقى عليه هين. يا بنتي يا شيخ محمود، أنا الدنيا دقت في وشي، ما عادش في حتى خرم إبرة بص منه، والبني آدم برضك لحم ودم يا ناس وبيضعف. أمن عليك يا شيخ محمود، أمن عليك تروح تكلم العمدة يسيب أبو العيلة، خليه يخرجه. والنبي يا شيخ محمود، أنت شيخ الجامعة وكلمتك مسموعة، وكل الكبير والصغير بيعمل لك ألف حساب، وأكيد العمدة هيعمل لك خاطر، والنبي تكلمه يا شيخ محمود. حاضر حاضر يا فاطمة، هكلمه يا بنتي. واني نويت انا وابو العيلة ان احنا نسيب البلد دي خالص، مش عايزين منها حاجة. وهتمشي تروحوا فين بس يا فاطمة؟ بلاد الله واسعة، ورب هنا رب هناك، ربنا بسط الارض عشان البني ادم مننا يسعى فيها، واحنا هنسعى ونشوف رزقنا في حتة تانية، مش كده ولا انا غلطانة يا ناس؟ لا يا بنتي ما غلطناش، ما غلطناش يا فاطمة. هتكلم العمدة يا شيخ محمود؟ خلاص يا فاطمة، أنا وعدت هكلمه، والله المستعان. يا رب. خلاص يا فاطمة، ما تبكيش يا بنتي. خلاص يا فاطمة، خلاص خلاص. عمده، علوان اخوك جاي. لا ما تخافش، علوان اخويا اتصلح وبقى عالي العال، ده اخر مره قعد يكلمني في انه عايزني اتجوز واخلف وكده. ايوه ايوه يا عمده، الركع النيه والسراير. ايه السراير دي؟ السراير يا عمده اللي بتبقى جوه البني ادم دي. ايه اللي سراير؟ احنا هننام ولا ايه؟ سراير ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا علوان اتفضل. انا كنت عايز اكلمك في حكايه كده يا عتمان. اتكلم يا اخويا، اقول اؤمر، انا سامع. يعني عايز اكلمك بيني وبينك يعني. لا اتكلم عادي، الشيخ مبروك يعني هو راسي على كل حاجه، ده هو اللي. لا معلش معلش يا عم، انا هحاسبكم مع بعضيكم واقوم الحق صلاه العصر. لا والله ما انت قايل، اقعد. الشيخ مبروك ده راجل طيب وبتاع ربنا، اتكلم قول. انا يعني كل ما اجي اتكلم في الحكايه دي اقول عيب يا علوان، ما يصحش، عتمان اخوك مش هياكل حقك ابدا. حقك ايه اللي اكله؟ ايه وادي الكلام اللي بتقوله ده؟ هو انت تغيب تغيب وترجع تخيب؟ جرالك ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فهيمه لعبت في ودانك وقومتك علينا. اسمع عاد انت، انا قلت لك قبل كده ان انت مالكش حق عندي، الكلام ده قلته لك 15 مره ولا انا مش فاكر كم مره. ازاي يعني يا عتمان؟ زي ما بقول لك كده، هو انا مش مديك تمن فدادين؟ هم دول حقك، عايز ايه تاني؟ عايز بقى تاكل في حق اني؟ مش مكفينك التمن فدادين ترمح فيهم وتاكل من خيرهم انت وعيالك؟ جاي تنهب في حقاني يا عتمان؟ انا نصيبي من ورث ابونا الله يرحمه 22 فدان بالتمام والكمال، وانت ساعه لما اديتني الحجه بتاعت التمن فدادين قلت لي مشي حالك لغايه لما نقعد ونشوف، وهو من ساعتها لا قعدني ولا شوفني، والحسبه باينه، انا اسمتي 22 فدان، ده بالنسبه للارض بس، اما بقى بالنسبه للبيوت. حاسب حاسب حاسب، بالنسبه لايه والفيسبا لايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا يا حبيبي، حسبتك غلط خالص من الاول للاخر. انا زي ما قلت لك كده، اهو الراجل ده شاهد علينا، ابويا كان يمتلك الاراضي دي كلها. إيه؟ قول له كده بذمتك. لا ما دام جيت لي ذمتي، ابوك الله يرحمه اهو قال لك اهو، عشان تبقى عارف الحق والمستحق كده عيانا بيانا، ولا ايه؟ بقى كده يا عتمان؟ ايوه كده وابو كده. بص يا حبيبي، ابوك مات على الحميد المجيد الله يرحمه، وما كانش حيلته حاجه. أنا بقى بمجهودي وعرقي اللي عملت اللي أنت شايفه ده كله، وأنا من طيبة قلبي وحسن نيتي وخوفي عليك أنت وعيالك اديتك الثمن فدادين دول، لكن تعمل إيه؟ تعمل شير تلاقيه خر. اللي هو غير أن تعمل شر تلقى يعني. وياد من هنا. أنا هعرف آخد حقي إزاي بقى منك؟
هتعمل ايه يا دلدول فهيمه؟ جاتك نيله عليك وعلى ربايتك بقى، هي دي المرجله؟ هي دي الربايه؟ تقف قدام اخوك الكبير وتنهده كده الكلمه بالكلمه؟ خلاص يا عمدي، هدي نفسك كمان، ما يستاهلش، وبين صحتك. حرق دم الله يحرق دمه. اي أيوة والله حفيظه كان عندها حق، الصنف دي خسيس ما يجيش غير بالدقه على دماغه. على بالك يا عم، قالوا انت تقول لي اخويا الولد صالح ده بيكلم، فاكره جاي يكلمك في الجواز والخلفه اياك. اي أيوة والله اخر مره قعد يكلمني قلت الواد عقل وربنا هداه، اهو رجع لجنانه تاني. سيبك منه بقى. ايوه عندك حق والله، سيبنا منه بقى. ايوه وخلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بقى في موضوع ابو العيله؟ شوف يا ابو جلام بنت، اني في مقدوري اني ادوس عليك كده اهو زي الصرصار، افعصك واخليك ما تشوفش الدنيا دي تاني ابدا، دي في مقدوري. لكن انا يا ولا مع ان ايدي طايله لكن قلبي حنين. ربنا يخليك لينا يا عمدي، ربنا يخليك. انا عارف انك لا ممكن ابدا تاذيني ولا ترضالي البهدلي، انت راجل افضلك عليا كتير، انا في عرضك وفي عرض قلبك الكبير. وبعدين انا راهني اشارتك، انت عمدتني وانت غالي عليني. طب شوف يا ولا، انا دلوقتي هسيبك تمشي، مش عشان انت بريء من النصيبه اللي عملتها، لا، عشان انا ليا مزاج اخليك تمشي، عشان انت تبقى عارف انني اقدر اعمل معاك ايتها حاجه انا عايزها، فاهم يا ولا؟ يوم ما بس مره تانيه بقى ما تسمعش الكلام وتعكر مزاجي، ساعتها بقى مش هتبقى هنا يا حلو، ساعتها هتبقى عند المأمور، ولو دخلت هناك مفيش خروج، ولا مين يقدر يخرجك، ولا حد هيسمع عنك تاني ابدا اساسا. فاهم يا ابو فصاده؟ فاهم يا حضره العمري، فاهم. براوه عليك. شوف بقى، انا الشيخ مبروك كان قال لي ان انت وعدته انك هتبقى في طوعي وتسمع ايوته حاجه اقولها لك. عارف يا علي؟ لو عملت حاجة ترضيني وتصفي قلب كده من ناحيتك، ساعتها شوف أنا هعمل معاك إيه. أنا هخليك سيد البلد دي كلها، وساعتها هتقول العمدة قال. يلا يا ولد، قوم روح لعيالك، يلا. والنبي؟ إيه والله، قوم روح. شاكر حضرتك لعمدي، ربنا يخليك ليني. يلا ألف سلام، ألف سلام. يا أخويا بدل ما أنت قاعد تاكل في نفسك كده، قوم اتحرك، شوف هتاخد حقك منه إزاي. أني يعمل فيا كده قدام مبروك؟ مبروك؟ ده عايز عيارين في دماغه يفرفروه، هو سبب النصايب دي كلها. بقى أنا أعمل له خاطر، يعمل فيا كده؟ ماشي يا عتمان. لازم تتنحرر كده وتعرف هو خد العمودية دي ازاي، وإذا كان هو ليه ظهر انت كمان لازم أن يكون لك ظهر يا علوان. وليه البه المأمور بقى ما بيقولوش على أي حاجة؟ لا وأنا هعرف هو بيروح فين بس ومين وراه ازاي يعني يا فهيمة؟ وإيه اللي انت بتحدتيني فيه ده يا بت؟ يا راجل انت منكش فايدة ولا منك عايدة، خلاص اقعد كده عدت زي النسوان. بتحاسبي على كلامك يا بت؟ مش هحاسب يا علوان لحد ما الاقي الست حفيظه داخله عليا الدار وبتطردني منه وبتاخد عيل ورا التاني تدبح فيه وانت قاعد كده ولا عايز تتنحرر. ماني بفكر معاك اهو، يعني اعمل ايه يعني؟ تروح للبه المأمور. المأمور؟ عايزاني اروح للمأمور يا فهيمه؟ طب ده في ظهر العمده طوالي، ولو رحت له مش هيتكلم معايا ولا هيساعدني. يا خايب، البيه المأمور ملوش عزيز ولا غالي، اللي هيفيده أكتر هو اللي هيقف جنبه. افهم بقى، أخوك عتمان بخيل على الناس كلتها إلا على مصلحته. أنت تعمل زيارة حلوة كده وتقعد معاه وتتقرب منه. وتقرب منه وأقول له إيه يعني يا بت يا فهيم؟ قول اللي الناس بتقول إن عتمان مستقوي القلب بالمأمور. ده ده عايزانا نخور ورا أخويا حدا المأمور يا بت؟ وهو اخوك لما بخ في وشك وبعزق كرامتك قدام الخلق كان عمل حساب للاخويه يا عين امك؟ قوام تروحي تشوفي لي خروف كده كبير ويرمي لحمه.
تندهي المنصور الجزار يجي يتبع. لا هو احنا عندنا عزومة ولا حاجة يا ست راوية؟ لا بس انا عايزاكي وانتي رايحة البلد كلها تعرف ان انا كان عليا نادر، وان انا هدبح دبيحة وهوزع فتة ولحم النهاردة، واللي عايز يجي ياخد منابه يجيب مراته وولاده كمان. نادر؟ نادر ايه يا ست راوية؟ يا بنت نفذي الكلام وانتي ساكتة. حاضر اللي تشوفيه يا ستي. بنتي يا حنان يا بيه، ايه اللي عاملين يا ست راوي؟ لا قوليلي، هو ابو العيله ومراته قاعدين فين دلوقتي؟ لسه عند الشيخ محمود. عيني عليهم، ده حالهم يصعب على الكافر. ده لا شغل ولا دار ولا حظ، والشيخ محمود كمان رزقه على قده. يا رب يا رب تجعل حملهم خفيف يا رب. طب خدي يا بيه، عدي على الشيخ محمود ودي المفتاح ده لابو العيلة، قولي يروح ياخد فاطمة ويقعدوا في داري القديمة، اهي فاضية وما فيهاش حد، وفاطمة هتجيبيها هنا تيجي تشتغل معاكي لغاية ما اشوف لابو العيلة شغل. بجد يا ست راوية؟ يلا يا بت امشي باشا اشفروك يا بت. حاضر فراري. احنا قعدتنا هنا يا ابو العيلة طولت قوي كده، كفاية يعني. هو الراجل كتر خيره، بس احنا مش من بقية اهله يعني عشان يتحملنا كل ده. امال يا فاطمة امال بس هنعمل ايه؟ بس يا ربي هنعمل ايه؟ نمشي يا ابو العيلة، نمشي من الكفر ده. انا خلاص كرهته وكرهت ناسه، بقيت كل ما ببص في وشوشهم يبقى هين عليا اطلع اللي في جوفي. ولما في حد فيهم بيقف جنب محتاج ولا بينصف مظلوم، محدش فيهم بينصف حد يا ابو العيله. احنا لازم نمشي ونشوف اكل عيشنا في حته تانيه يا ابو العيله. اللي بهدلتك معايا يا فاطمه بعد ما اضلل عليكي واعمل لك ايه؟ ما فوزتها الكفر. انت تستاهلي احسن من كده، انت تستاهلي عيشه احسن من دي بكتير. رايك يا ابو العيلة؟ انا عارفه يا اخويا، متاكده انك لو في ايدك عايز تجيب لي الحلو كله، بس هنعمل ايه يا اخويا؟ ادينا متحملين الظلم والافتراء انكتبوا علينا يا ابو العيلة. سامحيني يا فاطمي، انا حاسس اني قليت في نظرك، كأني ضعفانة ومش عارف ولا قادر احوش عني. ايه بس ده؟ وانت في احسن منك في الكفر ده كله؟ عارفه يا فاطمة؟ انا من ساعة ما الخفر كركروني على دمار العمدي ورموني في الحجز، وهو قاعد يقرر فيا بمداسي في وشي، وانا كل الخيالات اللي عم تفط في دماغي كلها شر وسواد. خيالات ايه بس دي؟
الشر برا وبعيد؟ لا يا فاطمة، الشر لا هو برا ولا هو بعيد، الشر بيجي كده من غير إنذار ولا أماري، ولما الشر بيجي بيجيب وياه شر تاني يقعد يولد تاني وتالت. وأنا الخيالات اللي في راسي دي كلتها شر في شر. قال إيه؟ قال راكب صدر عتمان بدوس عليه بمداسي يترحم فيي. بني هطقم اللون بصوت ده ولاني اولع فيه ولا ربطه بسلبي في الكريتي زي الكريتي بتاعته وقاعد اجرجر فيه واسحل فيه في وسط الكفر كل الناس تملي عينها مني ومني خيالات كتير قوي. العمدة ده خسيس وجبان، هو لو كان راجل بصحيح كان جابك قدامه ووقف قدامك راجل لراجل، لكن عارف هو ما يقدرش. طب جرب كده يا ابو العالي، جرب كده الغفر اللي حواليه ينفضوا وشوفوا هيعمل ايه، عارف ولا هيعمل حاجة، عشان هو جبان جبان وخسيس. والنعمة والنعمة يا ابو العالي، العمدة ده عامل زي الفار المبلول، هتلاقيه كده زي الفار المبلول واقف قدامك. ايوه كده، اضحك يا اخويا اضحك، محدش واخد منها حاجة. عارف يا ابو العالي، كل اللي بيخرج من البلد دي بيرجع اكبر واعلى مما خرج منها، واحنا لازم نخرج. انا متاكده ان ربنا ليه حكمه في كده، ربنا كان عايزنا نخرج من البلد دي، عشان كده اللي حصل حصل. صدقني يا ابو العالي، احنا لازم نمشي. انت روحي يا ابو العالي، روحي وقلبي اسعلك يا ابو العالي. استهدى بالله بقى، ما تقش ده معاه واحده بس تنزل من عينك بتكويني يا ابو العالي. بس بقى استهدى بالله يا اخويا يا ابو العالي. كفاية بقى، كفاية يا ابو العالي. يا اخويا استهدى بالله كده، استهدى بالله، استهدى لا لا يا عمدة، انتوا ظالمينها. انا اتكلمت معاها. ايه ظالمينها ازاي بقى؟ ده حتى كل الناس اوعى تقول لي الناس بتقول. ما الناس بتقول عليك كلام كتير قوي يا عمدة، وانا لو صدقت اي كلام بتقوله الناس كنت صدقت اللي بيتقال عنك، وده كلام يودي في 60 داهية. انما انا عارف مين العمدة، انه مستحيل يعمل كده. صدقني يا عمدة، دي ست كويسة جدا وماشية مظبوط. ماني بقول كده برضك. ايوه امال، بس انا قلت يعني مش هيجيب قرار الموضوع ده غير جنابك، وكويس برضو ان جنابك نورتيني يعني، عشان بعد كده ايتها حد يجيب سيرتها بالباطل احنا نقطع لسانه، واحنا متاكدين ان احنا ما بنظلمش حد كده ولا ايه؟ في الحقيقه انا كنتش اعرف انها كده خالص، واستغربت لما انت ما جبتش اي سيره عنها قبل كده. ايه اجيب سيره عنها ازاي يعني؟ الله، وانا مش مفروض اعرف كل كبيره وصغيره في البلد دي يا عمده؟
ايوه حقك طبعا تعرف كل صغيره وكبيره في البلد، بس انا يعني ما تاخذنيش يعني سوء علي، ما خدتش في بالي يعني. تمام يا حضره العمدي، عبد الجليل بر. اهو عبد الجليل جه اهو. عبد الجليل مين؟ انت نسيت ولا ايه؟ روح يا واد هات. حاضر. ما هو ده جنابك اللي عنده الارض اللي في العزبه القبليه اللي تحت زمام البلد، الارض اللي كنت سعادتك شفتها وعجبتك. اه صحيح افتكرت. ما هو ده بقى انا بعت وقلت له انت عايز يا ولد بيع الارض؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص أنا شاري، قال لي كده اهو ده أنا الفها لك واجيبها لك لحد عندك اهو. قول لي يا واد يا عبد الجليل عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ ايه ايه؟ انت نسيت يا ولا ايه؟ انت واد مش جيت هنا وقعدت تتحايل علي عشان اشتري ارضك حصر ولا لا يا حساه؟ اهو شاهد اهو، اطلع انت بقى بره كشاهد واقعد انت يا واد كباي. قول لي بقى ما تتعبش قلبي معاك، انت قاعد ولا بايع ولا ايه؟ بايع بايع يا حضرة العمدة بايع. الف مبروك الف مبروك يا جناب المأمور، مبروك عليك يا عبد الجليل القرشين الحلوين اللي هتاخدهم في الارض الزفت الميته دي اللي ملهاش اي عازل، بس هنعمل ايه؟ احنا لازم نضحي. قول لي يا ولا انت كلت ولا لا؟ كلت كلت كتير يا عمدة، عقبال ما تاكل من اللي انا كلت منه. امال بتبص في الاكل كده ليه؟ انت محروم؟ منور يا باشا. ما تخافيش قوي كده، مش هو قال لك اللي هيتجوزها يا دوب بهيمه للخلفه وبس؟ واني صدقت ده دني ونجس وبتاع نسوان. عارفه أني لما بقعد في الدوار لوحدي بيستهيألي إني حبل، وإن العيل جوا بطني بيكبر وبيرفسني في بطني وأنا أصرخ من الوجع وأبقى ماشية في الكفر مش قادرة أصلب طولي. وانا مش ست زي بقيه الستات، ما بخلفش ليه؟ اني ما بخلفش ليا نظيمه، داني مرات العمدة، يعني ست ستات الكفر كله ما خلفش. عارفه لما فهيمه بتحرق دمي وبتسم بدني بكلامها ما بزعلش، ما بزعلش من كلامها، لكن بزعل لما بلاقي نفسي لوحدي. أنا عمري ما ضحكت من قلبي، عمري عمري ما حد حبني وخاف عليا ولا على صالحي، عمري ما حد اتمسح فيا كده عشان يقعد يتوالس معاي. أني بحسد فهيمة لما بتمشي في الشارع النسوان بيبقوا بيتلهفوا عليها عايزين يقعدوا يتوالسوا معاها. نسمين بس يا ست الستات اللي حطاهم في دماغك دي ناس واطية مش من مقامك. ايوه بس أنا نفسي خلف، نفسي خلف عيل واحد بس. قادر على كل شيء. البشارة طلعت كده واني كنت بضحك على نفسي، واني ما حطش عايزة اضحك على نفسي. انا لازم اشوف لي حل في الموضوع، انا لازم اروح للحكيم. يا لهوي يقبل عمدة هيطخيني. لا مش هقوله. هيعرف والله هيعرف. ما تخافيش، انا هقوله ان احنا هنروح المنصوري هنزور مقام الشيخ حسنين. ها قلتي ايه؟ حاضر. بس لو طلعت بخلف ايام عثمان هتبقى معايا اسود من قرون الخروب. ايه يا دنيلي؟ ثواني هو كله هيعرف.
عادش لنا عيش في البلد دي، مش عايزين حاجة من حد. يو تاني يا فاطمة؟ هتروحي فين بس يا بنت؟ بلد الله واسع، بلدي مش بتاعتني، بلدي بتاعت عدنان وحفيظة وست راوية واللي زيه، لكن الغلابة اللي زينا لا. أعيش فيها ازاي حنان؟ أعيش فيها ازاي بعد ما شفت الذل والهوان اللي شفته أني ورجلي وعيالي؟ طب ما تيجوا على ما تلاقوا مكان تاني. المكان ده زيه زي أي مكان تاني يا حنان، واني خايفة أبو العيلة يرجع في كلام، هو أساساً مش لد عليه حكاية إن إحنا نمشي دي. النبي البلد دي أحسن من غيرها يا فاطمة. أحسن من غيرها في إيه؟ في الظل اللي إحنا شفناه؟ بقولك إيه يا حنان، أني خلاص نويت ولازم نمشي، يعني لازم نمشي. طيب واني يعني لو حبيت أشوفك ولا أعرف أخبارك أعمل إيه؟ والله يا حنان انا بقاطع فيا في البلد دي كلها غير داني، محدش مديلي ايد ولا طبطب عليا غيرك يا بنت، بس هنعمل ايه بقى في حكم القوي؟ قولي لي انا اعمل ايه؟ انا اقول لك ايه يا حنان؟ انا ان شاء الله لما الحال ينصلح هجيب بعضي وابقى اجي اطل عليكي في البلد، ما تخافيش يا بنت هجيلك. طب اني مش هقول للست انك قلت لي لا غير لما اتاكد انك خلاص ماشي. لا لما اتاكد انك مشيتي خالص يا بنت. انا قلت اللي عندي وخلاص يا فاطمه. والنبي انت بنت قلبك ابيض وجدعي، وربنا مش هيدمك ابدا وهيسترها معاكي جدر يا كريم. ده انتوا رايقين قوي يا اخواتي، بقى غيركم نفسي يا ابو العيله انت وفاطمه تتحبحبوا في بعض دلوقتي. خلي بالك من نفسك يا فاطمة. خلي انتي بالك من نفسك يا بنت هتوحشيني. انتي كمان يا اختي. ابو العيلة بنتي يا فاطمة. زينب انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ مشاني سيدنا السايح زارني في المنام وقال لي بنتي يا حفيظي انت لازم تنزلي على المنصوره وتزوري مقام شيخ الحسنين. بقى سيدنا السايح جالك انت في المنام؟ ايوه. ايه كتير علي؟ لا مش كتير ولا حاجه، بس يعني هو سيدنا السايح يرضى لنا بالغرامه ولا اداك حق المواصلات؟ قلت ايه يا عثمان؟ قلت لا طبعا، ما تروحيش في ايوتها حته لوحدك. ده يا لا تكون بتخاف علي. لا يا اختي خايف منك، تروحي تعملي لي عمل ولا تشبشبيلي؟ ما تخافش، وبعدين انا مش هروح لوحدي، انا هاخد نظيمي. يا دي نظيمه يا وليه، قلت لك ابعدي عنها، الوليه دي شو وهتجيبك لورا. عثمان انا هروح بكره مع نظيمه، واديني بقول لك اهو عشان ما تقوليش خرجت من غير ما تقولي. وبعدين على المصاريف والكلفي اني حصرف من مالي. ياك تروحي ما ترجعي، يكلموكي ما تسمعي، يطفحوكي ما تشبعي، ياك تعطسي كده قوم وشك يقع مني ويحتار فيه الحكمة ويركبولك بداله ايه؟ ايوه يركبولك بداله كرومبة وتزرعي. طب يركبولك بداله مراية واللي يطل في وشك كده يشوف نفسه قوم تتجنني. تعرفي يا بهاني البلد دي بلد عجاي، والختم الشريفه دي بلد عجاي، ديك النهار عاوزين يطردوها من البلد كلها، والنهارده بيدعوا لها كل دي عشان كام حته لحمه وزعتها عليهم
طب ما هم حياكلوها من هني وتاني يوم تنزل في الرشاح من هني ولا اكن حاجه حصلت. بلد عجاي يعني الحلو يبقى حلو طول ما هو بيدي ومعاه، والعفش يبقى عفش لو معوش ولا بيديش. يعني يا بهالي العمدة عثمان ده هو لو وزع على كل واحد فيهم نص فرنك هيبقى حلو زي الفل. يمين بالله دي بلد عجاي، والختمة الشريفة بلد عجاي. خدي هني بقى، فين يا بقى؟ لا إله إلا الله. بتكلم نفسك ولا بتكلم مين؟ فيه إيه؟ فيه إيه يا مناري؟ سيبتي مفاصلي، حرام عليك. حرام عليك أنت يا حسان، أحلفك بكل غالي، كنت تعرف مكان محروس تقول لي إن شاء الله يخليك نفسي أطمن عليه. وأنا هعرف منين بس يا بنت الناس؟ أنا مالي؟ طب شوف والنبي ما تخاف، أنا مش هاجي يمته ولا هتحدث معاه، بس أشوفه كده من بعيد لبعيد، إن شاء الله يخليك ويسعدك. يا منارة مش بإيدي صدقيني، أنا هعرف منين؟ يا مجنون، يا اللي بتكلم نفسك، يا خاين، إن شاء الله تتجني كمان وكمان، وتمشي حفو العلي زقلوك بالطوب، يا كاتم شهادة الحق. وليه بس الغلط ده هو يا بنت الناس؟ ده أنا غلبان، غلبان، ومحروس ده صاحبي والختنة الشريف. ومحروس كمان غلبان، والغلبان اللي بيجي على الغلبان اللي زيه عمره ما بيكسب. يا بنت الناس والختنة الشريف يا محروس ده صاحبي، وأني؟ أنت شيطان، شيطان يا حسان. اللي بيكتم شهادة الحق بيبقى شطان. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا رحت لسعادتك الاستراحة وسبت لك زيارة كده على ما أقسم، وقالوا لي ان حضرتك في ارضك هنا اهو. متشكر يا سيدي. والزياره دي بقى مناسبتها ايه ان شاء الله؟ ده ده من غير اي مناسبه، هو انا محتاج مناسبه عشان هادي الراجل اللي بيحمينا وبيحمي البلد كلتها. كتر خيرك. قول لي عثمان عارف انك جاي ليه؟ ولا مؤاخذه عثمان ماله ومال، عثمان حاجي واني حاجه ثانيه خالص. طيب يا سيدي مقبوله منك. تشرب ايه بقى؟ ولا حاجة، كفاية إن أنا مليت نظري برؤية سعادتك. مش للدرجة دي يا علوان، قولي، أنت عايز حاجة؟ ولا حاجة، ما داهية تكون سعادتك فاكر إن أنا جاي عشان حاجة، لو ربنا المعبود، ده أنا جاي محبة لله في لله. طيب يا سيدي ربنا يديم الود والمعروف. ماشي، السلام عليكم. سلام. بس يا سيد خالك، وقام واخد بعضه وراح على الفرارجي. قاعد يقلف في الفروج والفراخ اللي حداه لما بهدل الدنيا، وفي الاخر قال له ياد على كام الفروج العايقه السمينه دي؟ قال له بثلاثه ميله. قال له اوه ثلاثه ميله مليه، ياك فروج واخده دبلون. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا اهلا يا واعي، مرحبا، خير؟ العمده عايز الواد ابو العيله. عايزه في ايه تاني؟ ما تقولي حل عن سماره بقى. الله جرايم انت يا فضه في ايه؟ بس يا انت اوه رح تزعق هنا ولا ايه؟ اعذرني يا مولانا، اصلها يعني بس بلا اصلها بلا فصلها يا اخي. يا ناس حسوا على دمكم، مش كفايه اللي حصل لهم؟ روح توكل على الله، روح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح. يلا ياد روح ارمح. ما اقدرش، العمده قال لي اجيب ابو العيله، يبقى لازما وحتما اجيب ابو العيله. انا لا مؤاخذه يعني عبد المأمور. استغفر الله العظيم، انت عبد الله يا غفير انت، مش عبد المأمور ولا عبد عثمان. ونعم بالله. بس انا يا مولاني معايا ظبط واحضار. يا اخي بلا ظبط ولا احضار، بلا ما تخلينيش افط في حلقه. واه روح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح، الصبح له عيون، توكل على الله. استنى يا واد. نعم. انا هروح ايه؟ تروح وياه فين؟ ما كفايه اللي حصل لنا يا ابو العيل. اجري يلا الجار، جاك وجع في عمدتك. عايز ايه يا حفيظ؟ انت بعت تجيب الواد ده تاني ليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ شوفي بقى، انا دلوقتي لا طايق حد يكلمني ولا اكلم حد، سيبيني بقى اشوف حالي. حالي يا ابو حال، جايب الواد ليه؟ عايزه يديك مراته يا ناقص. بس يا بنت الناس اسمعك، انا عايزاهم يسمعوا يعرفوا عمدتهم وحاميهم بيعمل ايه. عايز تضربني يا عثمان؟ وقعتم رقبتك كمان. اسمعي بقى بتنتي، كلمه زياده وتبقي طالق بلا رجعه. عايز تطلقني يا عثمان وماله؟ لكن قبل ما تطلقني تطلع من تحت باطك الخمسين فدن اللي في الحوض القبلي والستين فدن اللي في الحوض الشرقي،
وبعديها تبقى تشوف حسابك مع اخويا السيد. وانت اللي بتعصبيني يا حفيظه، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ موضوع ايه اللي خلصنا منه؟ مش اتفقنا ان انا هتجوز؟ وانا رجعت في كلام. ايه هو لعب عيال بقى ولا لعب عيال؟ لعب عيال وكلام نسوان. حد ياخد على كلام النسوان يا عمدي؟ والثاني بقى لازم اخلف ويبقى لي وريث. يعني ايه؟ يعني هتجوز فاطمه، يعني هتجوز فاطمه واعلى ما في اخواتك اركبيه. يا اهلا يا اهلا يا جناب العمد. اقعد يا ابو العيل. ما تجيش يا جناب العمدي. لا تيجي، وتيجي ان شاء الله قوي كمان. اقعد يا ولد. قول انت اتعشيت يا ولد؟ هاني شبعان يا ولد. قول يا ولد لو جعان. قول انت هتتكسف من حضره العمده ولا ايه؟ ايه هو في حد يتكسف من ولي نعمته؟ عال العال والله بينك عقلتي يا ابو العيله، وربنا كملك بعقلك. حيث كده بقى أنا مش هرجع في وعدي معاك، ودارك اللي اتحرقت دي أنا هديك دار أحسن منها. إيه دي كده؟ يبقى إن كرمك زاد وغطانا يا جناب العمدي. وأنت أول مرة تعرف العمدة عثمان يا ولد؟ ده العمدة عثمان أحسن راجل في بر مصر كله، وفوق دي بيحبك يا أبو العيلة. مش محتاج تقول لي يا شيخ مبروك، أنا عارف. كمان يا أبو العيلة لازم تبقى عارف إن العمدة عثمان دي بيحب الخير للناس كلتي، يعني عمره ما يعمل حاجة إلا لما يبص للخير اللي جاي للناس قبل ما يبص للخير اللي جاي له هو شخصيا. وكمان أكيد عارف إن طاعة أولي الأمر واجب، صح ولا لا؟ يوما الطاعة دي ربنا ما عملهاش كده هو، لا ده عملها ترويض وتربية للرعية عشان يطيعوا من شاء لهم الله الطاعة من ولاة الأمور، وعملها كمان عشان تزويب الأهواء وتقويم النفس البشرية وتهذيب الغرائز الإنسانية. يا شوف يا أبو العيلة، أنت عارف يعني إن ربنا كرمني آخر كرم، أرض ومال وجاه، بس في حاجة مهمة قوي ربنا ما ادهانيش، الوريث العيل. دي أرزاق يا جناب العمدي. إيه وبعدين ربنا يزيدك ويديك. يعني أنت يا ولد شايف انني استاهل العوض؟ يعني ربنا يعوضني بعيل كده يورثني؟ امال ايه؟ ليه لا؟ الله ينور عليك. انا قلت برضو ان انت واد جدع وسداد، ايه قولك بقى إيه؟ انني بفكر اتجوز، رايك ايه بقى؟ ايه على بركه الله يا جناب العمدي، وانا مين اصلا علشان تاخد رايي؟ مين ايه؟ ده انت اهم واحد في الحكايه دي يا ابو العيلة. أصل العمدة عايز يناسبك. يناسبني؟ في مين؟ عايز تتجوز أمي؟ أمك إيه يا هبل أنت؟ أنا عايز أتجوز فاطمة. فاطمة مين؟ مراتي؟ اللي هتبقى كانت مراتك. بس أنا ما طلقتش فاطمة ومش نام. ما هو انت هتطلقها. يعني انت عايزنا نطلق مراتي عشان تتجوزها؟ ايه قولك بقى؟ ممكن كلمة يا جناب العمدي؟ قوي قوي. ايه قول؟ حس ان الكلام كده ما يصحش، يعني ناخد وندي ويا بعضيني في وجود الناس دول، ولا ايه قولك؟ انت واد نور يا والي، براو عليك. المؤاخذة بقى يا شيخ مبروك، عشان يعني ناخد وندي. من حقك يا سيدي، ما انتوا نسايب. يلا يا واد انت اهو، يلا هونا، عايزين ناخد وندي. ايه الهم دي؟ بالك يا ولي، انت طلعت عاقل وناصح. انا كنت فاهم ان انت هتعصاني، اصل الواد الزفت ابن الزفت دي عصاني. وماني ايه بقى؟ عندي قوه يا ولي ما تعرفهاش انت. قمت طابق في زمره رقبته، قعد بقى يلالي الحقوني يا ناس، غيتوني يا خال،
هاي موتني. الحق يا عمدي يا عمدي يا عمدي في يا عمدي في ايه يا بهيم انت وهو؟ انا بحكي له حكايه، ايه الغلاوه اللي انتوا فيها دي؟ قول له كده يا ولا، انا عملت ايه لما اقول له؟ ايوه ايوه حاصل اهو شفت. يلا انت اهو، يلا يلا بر عمر جناب. يلا يا ولا. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ ايوه ما نزلت عليك قوي. ايوه مش عارف مين في قوة قوية يا علي زي دي كده. ولا ولا الحقني، عايزني اطلع مراتي عشان تتجوزي انت يا ديني يا طفص. الحق انا ايوه يا وليا كده ايوه. عمدي يا عمده عمده يا عمده. مشي مشي انت يا رحمن انت وهو. اختفاني يا بهايم. الواد موتني وجري. اجري 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 يا ابن الكال. اخص عليك يا عثمان، خضتني. خضتك ايه؟ ده موتني وجري. انا مش هسيبه، لازم ياخد اعدام لحد ما يتربى. معلش حلال معلش. فيه ايه يا ابو العيلة مالك؟ أنا قتلت العمدي. نور اسود ومالك؟ قتلته. قتلته؟ ليه كده؟ والنبي حنان يا نبي. قتلته ازاي بس قول؟ والنبي تجيبي لي فاطمة عليا. حاضر. أنا هستناك. احنا لازم نسيب البلد دي. حاضر. لو حد يشوفك. ما تخافش. اوعي تقولي إنك شفتيه. ما تخافش يا أخويا. يلا قوام. بالعجل والنبي. حاضر. اهدى يا ابو العيله وما تخافش. ما تخافش من ايه؟ ما تخافش من اي حاجه وما تخافش من اي حد. هو الوجع فين بالظبط يا عمدي؟ انت لخبطتني من فوق لتحت. هي بناتي العمده كويس ولا ابعت اجيب له الحكيم؟ العمده علي العال، مفيش لزوم. سلامتك ألف سلامة يا أخوي. عال إيه وسلامة إيه؟ لا أنا مش عال، اتصلوا بالمركز خلوا المأمور يجي يقبض على الواد المجرم ابن المجرمين دي. اتصلوا بالمركز وهاتوا المأمور يجي ويقبض على المجرم ابن المجرمين دي. أقول لك هاتوا له ينسون. صح، واحد ينسون علشان العمدة بسرعة. سكر زيادة. سكر زيادة يا بيت. تمام يا حضرة العمدة. قبضتوا على المجرم ابن المجرمين ده؟ اطمن يا حضرة العمدة، هنمسكه يعني هنمسكه. هنمسكه يعني هنمسكه. هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ يعني لسه ما مسكتهوش؟ لا، انتوا لازم تقلبوا البلد عليها وطيه لحد ما تجيبوه قبل ما تطلع عليه الشمس، والا وعيمانات ال... عارف عارف عارف، مش محتاج تحلب. مش محتاج. ايوه يا عمدة، ما انتش محتاج، وبعدين ما تجيش نفسك يا عتمان. ده انت مخنوق يا اخوي. ايوه ايوه، فين اليانسون؟ ايوه فين اليانسون يا بنت؟ انا عايز يانسون. وانا كمان عايز يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. جتك نيله عليكي وعلى امك، ما تنهز يا واد انت وهو. انتوا فاكرين نفسكم في فرح؟ جاتكم البلاوي. جاتك بلاوي الدنيا والاخره يا بعيده. عيب كده يا فهيمه، ما يصحش. خدي عيالك وروحي على اي مصيبه. يلا غايزينك مفلفلينك مش عاللينك كده. عيب امال يا فهيمه، مش كده يا راجل؟ انت مش شايف وهي بتزعق للعيال؟ الولية دي عايزه تشليني. يا ريت يا حفيظه، هو حد يكره؟ شوفي الولية دي بتدعي عليا في وشي يا عمدي. جرى ايه يا ولية انت وهي؟ هو مفيش حاجه ولا خيشه؟ داني تعبان، مفيش احترام حتى للرجاله اللي قاعده. هو فيه ايه يا اخويا؟ بدل ما تزعق فينا كده ما تشخط في حفيظه اللي عماله تزعق في العيال. اسمع مني يا عمدي، تلاقيهم صدقوا روحهم وسمعوا الخبر وافتكروك مت،
وهيجوا بقى هم عشان يشفطوا ويوراسوا. شوف الولايه عيب يا حفيظه الكلام ده، قصدك ايه يعني اتمنى الشر لاخويه؟ العمده هيعيش وهيطول في عمره وهيفضل عمده البلد، واللي مش عاجبه هياخد بالجزمه وهيتجوز عليكي بعون الله. اسمعي بقى يا وليه انت وهي، هو في ايه؟ انا اللي اعمل اللي ينسوه. انا كمان عايز ينسون يا عمي. وانا كمان يا عم. وانا كمان. هو كل حاجه خدها تاخده زي انا اللي عايز ينسون. اسكت بقى منك ليه؟ بس يا انا اللي عايز ينسون. يلا بقى يلا يلا خلاص انت وهو يلا. انا اللي عايز ينسون. انت ما بتحترمني انت الاول. يا ولد قوم ايه؟ الارانب زعلوا قوي على بيوتهم اللي الفيل جه وهدها لهم، وقعدوا يعيطوا يعيطوا ويقولوا الفيل ده وحش، ده احنا كل ما نتعب ونبني بيوتنا يجي يهدها لنا. قام نطت ارنب فالح وراح قال لهم عشان احنا ضعاف ضعاف ومش قادرين نعمل حاجه مع الفيل، هو يقدر يعني يعمل كده مع بيوت الأسودة ولا التماسيح؟ راح نطت الأرنب العجوز وقايل إحنا لو وقفنا كلنا إيد واحدة وفهمنا الفيل إن إحنا قادرين نضربه هيخاف مننا، وهيخاف كمان يهوب ناحية بيوتنا زي ما بيخاف يهوب ناحية بيوت الأسودة وبيوت التماسيح، لعمره هيستضعفني ولا يستوطي حتتني. كان الأحسن إنك ما تقولش لفاطمة إنك جيت على هنا خالص. إزاي يعني كده؟ ما هو العمدة عشان يعرف أنت فين هيجيبها ويستجوبها. ومبان له انها كدابه ولا شم ريحه انها تعرف انت فين وما قالتش هيشيط وهيعمل اللي ما اتعملش. يعني خلاص ما عدتش قادر اقعد في البلد دي دقيقه واحده. يعني كنت متفق مع فاطمي ان احنا هنسيب الكفر كله قبل ما يحصل اي حاجه. يا ابو العيلة انت ضعيف كده ليه؟ بقى تسيب الكفر عشان واحد واطي مستقوي عليك زي العمدة؟ هو اللي يمشي مش انت. هو مشي خلاص. غار في 60 داهية. بس انا كده انا عامل جناية. هقف في البلد دي ازاي؟ والمأمور هعمل ايه وياه؟ هقتله؟ هو عساكر المركز لما بياخدوني. انت قتلت العمدة ليه؟ انا عارفه ان زفت البرك ده يستاهل القتل وهو سبب في كل اللي حصل لك، بس قتلته ليه يا ابو العيله؟ زي عليك النبي والنبي استراوي فضها سيرة من والدي. خلاص مش عايزة أعرف، بس أنت كنت عايز تسيب البلد وتروح فين؟ بلاد الله واسع. فين يعني في بلاد الله الواسعة؟ هيات ودهي تلمين أنا وأمي وفاطمة والولاد. أي دهي؟ بقى سعادتك كل الجمال والخدمات اللي جنبك مغرقني بيهم دول كوم، وانك تقبض على الواد ده كوم تاني خالص. هو ايه اللي حصل بالظبط يا عمده؟ ايه اللي خلاها تجرأ عليك بالطريقه دي وتهجم عليك بالشكل الاجرامي ده مع الناس مع الواد غلبان؟ يعني لا واد غلبان ده ايه؟ لا دي بلد كدابين، ده واد مجرم، دي موتني وجري. بتقول ايه؟ سعادتك بس اقبض عليه الاول وانا اقول لك هو موتني ازاي.
حاضر يا عم، هجيبه لك. حرس يا سعادة الباشا، ده واد محرس. يا مرحب. مرحبا سعادتك، شرفت ونورت. خير؟ أبو العيلة عندك شيخ محمود؟ لا يا أبوي، أبو العيلة كأنه حدا العمدة عتماه. يعني ما تعرفش اللي حصل؟ حصل إيه تاني؟ تعرفش انه حاول يقتل العمدة وهرب؟ حاول يقتلني؟ نحرسه دوم نايل، استحال ابو العيلة يعمل كده، استحال. ابو العيلة يحاول يقتل العمدة عثمان ليه يا ابو؟ ايه بسأله انت؟ هو انت اللي هتسأل؟ انت هنا ترد على السؤالات وبس. حاضر يا سعادة الباشا، ابو العيلة كان حداي ما انكرش، وجناب العمدة شيع له الغفير وائل وراح له. ايوه ايوه الكلام ده حصل، الراجل ده شايع على ابو العيله وابو العيله راح له فجاه كده، بقى عايز يموت العمده. اعقلوها يا ناس، ده قتلني قتل وموتني موت وما سابنيش الا جثه همده، وفي شهود على الكلام ده. انا لازم افتش البيت. ايوه لازم تفتش البيت، اوضه اوضه وغرفه غرفه وحجره حجره ونفر نفر. ادام سعادتك مكدبني ومصدق ان العمده عثمان مات بيد ابو العيله، اتفضل سعاد، البيت قدامك اهو، فتش زي ما انت عايز. ايوه يا باشا، عمر الطبنجه، ايوه، وسن نمله الدبانه. يلا بينا يا عمده. يلا بينا ايه؟ وهنسيبه كده؟ ابو العيله مش هنا. طبعا لو جالك هتبلغني، القانون بيعتبر تستر مشاركه في الجريمه. جريمه ايه؟ ناس. وانت كمان يا فاطمة، لو عرفت مكانه وما قلتيش هو فين، هتبقي مشتركة معاه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا عالظالم والمفتري، من كل الله يا بعض. عايزين تيهتمون انا وعيالي، ده ابو العيلة مش جوزي بس، ده ابو العيلة ابويا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يوريني فيكم يا بعض. اطلع قلبي. يعني بفكر يعني في حاجة كده، يعني ليها دعوة بموضوع. وانت لسه هتفكر؟ يلا كده على طول. لا نتفق الأول. يوه يا راجل، هنتفق على ايه؟ يعني هتجوز فاطمة؟ يعني هتجوز فاطمة ايه يا راجل؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يعني هو مفيش غير فاطمي؟ لا مفيش غير فاطمة. ليه بقى؟ بس فهميني بقى، زي ما انا بتكلم كده مش تفهمي اللي انت عايزه تفهميه وبس. دلوقتي ايوتها واحده تانيه غير فاطمه هيبقى ليها عيل واهل وسند وظهر، يعني يوم ما تحمل وتخلف انت مش هتطولي اي حاجه من الواد اللي هي هتجيبه ده. لكن البت دي وحدانيه، يعني يوم ما ندفنها بالحياه كده اهو محدش هيسال عنها. عرفت بقى ليه فاطمه بالعينيه؟ انا بحبك. واني ما ده انت كل حاجه في حياتي، واني بعمل ده ليه؟ خلاص ما تزعليش يا بنت، انا ماليش غيرك وانت مالكيش غيرك، واحنا الاتنين مالناش غير بعض. عايزين بقى حته عيل، حته عيل كده. قلت في عقلي بالي اجي اطمنك قبل ما اروح للست. يعني يا ربي من عثمان لراويح؟ راويح يرحم من عثمان يا فاطمه. الاثنين نار جهنم يا حنان. راويح هي هي عثمان بس في شكل تاني. المهم يا اختي، مش عايزاني اقول لابو العيلة حاجه تاني؟ لا يا اختي، انا هروح له. لا تروحي له، ده ايه؟ الدنيا مقلوبه بره، والعسكر بالكلاب والكشافات قلبين عليه الدنيا، ولو خرجتي اكيد اكيد هيمشي وراكي. طب والعمل؟
استني يا اختي وصبرك بالله ما نشوف اخرتي. تسلمي لي يا حنان. فوتك بعافيه بقى. ان شاء الله ما عدمك ابدا يا اختي. تسلمي لي يا غالي. النبي يا ست سايقلك النبي يا ست تخليني اشوف. والنبي حد شافك وانت داخله؟ دخلي يا ابو العيله. تعالي يا فاطمه. شكرا يا ست. يا ربنا يطمن قلبك. سلام يا اولاد، لو الواحد يبقى عنده جوز بيحبه كده ولما يعمل عملي وحد يخبيها عنده اروح له واني لابسه شال وجلابيه. ايه يا اخويا ايه اللي حصل؟ عمل فيك ايه الضلالي ده؟ ولا يهمك يا فاطني. امي واولاد اخبارهم ايه؟ كويسين يا اخويا. المهم انت ايه اللي حصل يا ابو العالي؟ عملت ايه مع العمده؟ في حد شافك داخله هنا؟ لا يا اخويا ما حدش شافني. ما تحكي لي يا ابو العيل. عايز تعرفي؟ ايوه طبعا عايز اعرف. ما تقولي يا ابو العيل يريح قلبي. الكلب النيجس قال ايه؟ عايزني اطلقك عشان يتجوزك هو. انت بتقول ايه؟ سيبه بقول لك كده. ودي كلام ما ينفعش تاخد وتدي فيه. اتعميت ما حسيتش بحاجه. كان لازم ان يقتله يموت نفسي. هتشرع عليك يا اخوي. ده انا ما يبقاش ليا عيش في الدنيا دي لو انت ما كنتش فيها يا ابو العلي. ما تقولش على نفسك كده يا اخويا، ده انا موت وراك. اسمع يا ابو العلي، احنا خلاص يا اخويا ما بقاش لينا عيش في البلد دي تاني. لازم نمشي منها. لازم. عندك حق. عندك حق يا فاطمي. يبقى مجانين لو قعدنا هنا دقيقه واحده. مجانين. ايوه صح. انت على قوي وظالم يا رب. ربنا يخليك ليا يا اخوي. ما تخافيش يا فاطمه. ما تخافيش، دي حته كلب. الله يسترها معاك يا رب يا ست ويطمن قلبك. المعروف ده انا مش هنساه طول عمري. أنا سمعت يا فاطمة إن أنتي قاعدة في بيت الشيخ محمود. الله يستر عرضه يا رب ويوسع رزقه ويرزقه من نعيم الدنيا قادر يا كريم، هو اللي قوينا في داره. فاكرة يا فاطمة دارنا القديم؟ أيوة طبعًا. أمال إيه فاكراه؟ خدي المفتاح ده، روحي اقعدي هناك أنتي وولادك وأم أبو العيلة. ما تقوليش لأ. الشيخ محمود مش هيستحملكوا اكتر من كده. الناس خلاص ما بقتش تستحمل بعض. واللي كان بيستحملك امبارح مش هيستحملك بكره. ولا ايه؟ ايوه يا ست صح، عندك حق طبعا. بس احنا كم يوم وماشيين. ما تقوليش هتسيب البلد. خلي الموضوع ده بعدين نبقى نتكلم فيه. الا قولي لي يا فاطمه،
انت ايه رايك في الكلام اللي بيتقال عليا في الكفر؟ هيكون بيتقال يعني ايه يا ست غير كل خير؟ ليه؟ انت فكرك يعني ان انا قاعده في الكفر ومعرفش الكلام اللي بيتقال عني؟ لا دول بيقولوا كتير كتير قوي، بس محدش فيهم فكر مره يجي يقف قصادي ويقول لي كلمه من الكلام اللي بيتقال من ورا ظهري. ايوه ما هي الناس كده، ناس تخاف ما تختشيش طبعا، يستنوا بس يدوا ظهورهم لبعض عشان يتكلموا على بعض. عارفه ليه؟ ليه بقى؟ عشان هم من جواهم متاكدين وواثقين جدا ان هم السبب في اللي انا فيه. انا يا فاطمه ما باخدش حاجه بالغصب، انا ما بروح لحد وباخد بنته، باخدها بمزاج ومش غصب عنه، بس هي الناس كده محدش عاجبه حال التاني. انا لو رحت لاي حد في الكفر وعرضت عليه نفس العرض هيوافق ومش هيعترض. ما تاخذنيش يعني يا ست في اللي هقوله، يعني انا عايزه اقول لك كلمتين بس. قولي. هو بصراحه يعني كده الجواز بالطريقه دي حرام. وهو ايه بقى الحلال يا بنت الحلال؟ اللي بيجرى لك انت وجوزك ده الحلال؟ بس يا ست مش معنى يعني ان شويه ناس غلطهم ان الناس كلها تقلدهم وتعمل زيهم. لو انت فاكره ان العمده عتمان هو اللي ظلمك، لا يا حبيبتي، الناس هي اللي ظلمتك. ظلمتك بخوفهم ورعبهم من العمده اكتر من خوفهم من ربنا. ده حتى مبروك، قصدي الشيخ مبروك، بيفسر الامور حسبها والعمده مش حسب الحق. ايوه صح عندك حق، هما الناس لما بيبقوا مبقوقين من العمده وعمايله بيطلعوا غلبهم في بعض وبيحطوا في بعض كمان، لكن هما في الاصل غلابه نفسهم يعيشوا مستورين وهمهم بس ان هما ياكلوا كوم اللحم اللي قاعد في رقبتهم. لا يا حبيبتي، الناس دي مش غلابه، الناس دي تستاهل الظلم وكل اللي اتعمل فيهم، عشان كل واحد فيهم عارف الحق بس ما بيعملش بيه، ويعرف الصح بس سدد ودانه مش عايز يسمعهم. ايوه هما كده صح. انت عارفه يا فاطمه انا بقيت كده ازاي؟ ما تاخذنيش يعني يا ست، قصدك ايه بقيت كده دي؟ انا هفهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا زينب؟ ايه يا حبيبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا جمور؟ هي فين امك؟ امك يا حبيبتي راحت مشوار صغير كده وراجعه طوال. طب هي فين؟ هي الظاهر والله اعلم راحت عند ابوكي. وابويا فين؟ هو هيجي مع ام فاطمه؟ يا رب ربنا يجيبهم مع بعض هما التنين يا بنتي. لا اللي هتاجي دلوقتي اما فاطمه بس. وعلى ما تاجي انا راح احكي لك حجيه وحلوه قوي راح تعجبك خالص. وقبل لا نحكي نصلي على كامل النور ونقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الحكايه يا ستي حكايه بلدين فيهم ملكين، والبلدين دول جار بعضيهم. الملك الأولاني بتاع البلد الأولانية كان رجل ظالم ومفيش عدل في حكمه أبدا، وبيكره الناس اللي في مملكته، هم كمان لازم يكونوا إيه بيكرهوه برضو، هيحبوه ليه؟ أما الملك الثاني كان عكس الملك الأولاني على طول الطريق، كان رجل عادل وبشوش ويحب الناس اللي في مملكته كلهم، هما كمان كانوا ايه بيحبوه برضو. لا يا حبيبي ايه
أمك لو كانت عايشة كانت حكت لك علينا. أمك كانت تعرفنا كويس قوي. كانت حكت لك عن الأيام والليالي اللي كنا بننام فيها من غير حتى ما نلاقي لقمة لو حتى من تراب. أنا يا فاطمة أمي كانت بتغلي المية وتحط فيها الحطب عشان تفهمنا إنها بتعمل أكل عشان تصبرنا. هو الغلبة بس ما سابش مين يا ربي لغاية ما جه حد وقال لأبويا بنتك بقت حلوة وزي القمر، إنه في واحد صاحبي شافها وعايز يتجوزها. عارفة صاحبه ده؟ كان أكبر مني بـ30 سنة. كان راجل متجوز ومخلف وما كانش عايز حد يعرف إن هو هيتجوز تاني. أصله كان صاحب مركز كبير وغني أوي. كان الفقر والجوع أقوى من كل حاجة يا فاطمة. اتجوزته وشفت معاه اللي محدش شايفه، وفضلت الناس تاكل في وش أبويا في الرايحة والجاية وتقول ده الراجل اللي باع بنته اللي باع لحمه وعرضه. قالوا له الكلام يسم البدن لغاية حبة عيني ما مات من الحسرة. مات من الناس اللي كانت شايفانا بناكل كل يوم العظم ونشرب شوربة الحطب، ولا حدش فيهم قدر مرة يمد ايد المساعدة ولو حتى بكلمة طيبة. كلهم بقوا وعظة، كلهم بقوا بيقولوا ان اللي ابويا عمله ده عيب وحرام وحد الله بينا وبينه. المفروض ما كانش يعمل كده حتى لو كان هيشوف ولاده بيموتوا قدامه من الجوع والبرد. عشان كده قررت ان انا ارجع واخليهم يدوقوا ويشوفوا نفس اللي عملوا فينا. عايز اشوفهم هيعملوا ايه لو اتحطوا في نفس الظروف. والله انا ما عارفه اقول لك ايه يا ست، بس انا ما يهمنيش البلد عملت ايه ولا حتى ايه اللي هيتعمل في البلد، ولا حتى فكرت ان امد ايدي لحد. كل اللي انا كان نفسي فيه ان انا مطمنه وانا واخده عيالي في حضن، وابو العيله يفضل مضلل علينا ومحوطنا بدراعاته. نجوع بقى ما نجوعش، ناكل ما ناكلش، نموت حتى من البرد، كل ده مش مهم. كل اللي انا كنت عايزاه ان انا مطمنه وانا مش عامله اي اعتبار لاي حد. القوي بس هو اللي بيعرف ينام وهو مطمن، لكن الضعيف عمره ما بينام وهو مطمن. ده اذا جاله نوم اصلا وبيتحاسب على كل نفس بيطلعه، لكن القوي يعمل ما بداله. ايوه عندك حق. انا حاسه اسمحك يا ست روي، قال انا لازم امشي قبل ما اذن الفجر يأذن والشيخ محمود يصحى عشان يصلي. قال انا سايبه الباب مفتوح، خفت يعني لخبط وانا راجعه صحي اهل الدار، وبعدين لو جم شويه هوا كده ولا كده ممكن يفتحوا الباب. وانا هجيب دي هيفضل فوق راسي طول عمري، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقعده لك في دنيتك وفي اخرتك بعد عمر طويل. فوتك بعافيه. بيحبها يا حفيظة، عايزها هي مش واحدة غيرها. ولو جبتي له 1000 واحدة غيرها، هي فاطمة اللي معششة في دماغه وقلبه. ده هو ده العشق يا بيت، هو ده العشق بعينه يا عتمان.
ولا العشق بقى بتاع الأغاني وأفلامات السيمة. يكون إيه الهلفوتة والعيلة دي عشان ينام في حضن الجمال ده كله؟ يا ترى يا عثمان حبيتني ولو نص الحب اللي حبيته للبنت فاطمة دي؟ بس لا، حب إيه؟ عثمان ما بيعرفش يحب، ده طمعان في جمالي. ما تضحكيش على نفسك يا حفيظي، محدش يعمل العمايل دي كلها إلا إذا كان بيحبها. يعني فاطمة دي لو دخلت الدار هتركب الكل وهتدلد رجليها كمان. صباع رجلك يا فاطمة؟ لا صباع إيه؟ ضوفر رجلك بعشرة من اللي متلقاها جنب دي زي الشوال كده. يا عثمان بحبه. أنا سايبك براحتك يا فاطمة، بس قولي لي عاد أنت ليه عملتي كده يا بنتي؟ يعني تولعي في دارك وفي نفسك النار، تضربي نفسك بالسكين ليه يا بنتي؟ ليه؟ تعبت يا شيخ محمود وقلبي بيتنفد جواي. خلاص مبقتش قادرة أتحمل، وخايفة أسيب البلد دي وروح بلد تانية ألاقي الناس هي الناس. وليه يا بنتي؟ تروحي بلد تالتة ولا بلد رابعة ليه؟ ما ترمي حمولك على الله يا فاطمة، ده رحمته واسعة. دي مصيبة إيه بس دي يا ربي اللي أنا فيه؟ إيه خبريها يا فاطمة؟ يا بنتي ما تقولي فيه إيه وغوشتيني. أنا عايزة أمشي من البلد دي من سكات، تغر البلد دي باللي فيه. يا رب يا رب عشان خاطر حبيبك النبي تنجيني أنا وجوزي وعيالي، وتبعد عننا كل شر، وتعمي عننا عيون عثمان. اللهم أمين يا رب العالمين. المهم طمنيني يا فاطمة على أبو العلة، مش بخير برضو وكويس؟ أبو العلة بخير الحمد لله، بخير. طيب الحمد لله، والحمد لله كمان إن جلبيتي جت مقاسك. يلا أروح أنا ألحق صلاة الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي صحاكوا؟ يلا يا عيال عشان تناموا. يلا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت بنا قادم، ربنا يا مولانا في مجرى. مرحبا يا شيخ حسان، والله طيب انك جيت تصلي. لا وايه عاد جاي تصلي الفجر؟ حاضر كمان، ده انت يكسروا لك زيري يا وكلهم. يا يود مالك يا حسان؟ مش كويس انت؟ لا يا ابو شيخ، لا لي مش كويس، انا تعبان، تعبان بالقوي، تعبان ومش عارف انام، وعليا مش عايزة أتغفل، مع إني بغمضهم يا أبا الشيخ، بغمضهم على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا حسان إيه اللي حصل يا ولد؟ ربنا غضبان عليا يا أبا الشيخ. إيه ربنا مش راضي عني، زعلان مني. بس أنا يعني كنت هعمل إيه يعني؟ ما لي مفيش في إيدي حاجة، أنا غصب عني. أنا مخنوق يا بشيخ، مخنوق قوي، وقلبي وجعني من جوي، ولساني معقود مش عايز ينطق. فكوا يا ولدي، فك لسانك وقول. وتلاتة بالله العظيم يا حسان، كل اللي هتقوله ما في حد هيسمع بيه يا ولدي، قول بس. ما هو لو ما حدش عارف حاجة يبقى أنا ما قلتش حاجة،
والنايبه اني لازم للناس كلها تعرف اللي انا عايز اقوله ده عشان ربنا يبقى راضي عني زي ما هو عايز اني اقول الحق. بس انا مش قادر، انا عايز اقول بس مش قادر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه يا بشيخ، ايواني الشيطان الرجيم ده بذات نفسه، قال الشيطان الاخرس السجد عن الحق الله يلعنه. طيب بس استهدى بالله، استهدى بالله يا حسان، وقوم صلي لك ركعتين كده لله تصفى. مش متوضي انت؟ قال لي يا بشيخ بصحيح ربوني يغفر الذنوب كله كله كده. مالع ربنا غفار الذنوب جميعا الا ان يشرك به. بس خلي بالك عادي يا عم حسان، الشرك بالله مش معناه انك انت تعبد حد غيره، ولا يعني انك تحط حد تاني معاه في الميزان. عشان كده لازم يبقى خوفك من الله اكبر بكتير من خوفك من المخاليق اللي زي عثمان وغيره، وخوفك من قهرهم ليك يا ولدي. عشان كده سيدنا النبي قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اتفضل يا جناب المأمور، اتفضل كده بقى، وصلك حقك كامل مكمل. ايه ده يا عمده؟ ده كده يبقى اقل من المره اللي فاتت. ايوه، ما هي الارض ما رمتش محصول قد كده. وبقى انت صدق بالله سعر الكوسه والبطاطس بقى في النازل، انا ما رضيتش ابيع بخساره. تصدق انا عندي محصول ياه ما رضيتش ابيع، قلت وابيع بخساره ليه؟ يتحرق المحصول. عارف أنا لو كنت حسبتك على الخسارة دي ما كانش وصلك ولا نص المبلغ ده. بس أنا قلت يعني جناب المأمور ملوش صالح بالموضوع ده، كفاية قوي إن هو مستأمني على أرضه، دي برضه تسوى كتير. بس أنا كده مش مبسوط يا عمدة. إن جيت للحق بقى يا جناب المأمور، أنا اللي مش مبسوط. ليه بقى يا سيدي؟ يعني بقى حتة بلد زي دي كلها على بعضيها كده ما تجيش كم متر ونص، يزوخ فيها الواد أبو العيلة كده ولا حس ولا نفر، زي الواد محروس اللي قابله المجرم ده. ما إحنا فتشنا البلد كلها ما لقيناش لهم أثر. أكيد خرجوا برا البلد. إيه إيه؟ وأبو العيلة ده هيخرج برا البلد يروح فني داهية؟ ده لا أب ولا أم ولا خال ولا عم. ده لولا أني كنت بعطف عليه كان زمانه مات من الجوع. ما تقلقش يا عمدة، هنجيبه. أيوه أيوه، ما أنا سمعت برضه الكلام ده قبل كده أيام الواد محروس. وبعدين بقى يا عمدة، أنت كده بتغلط. لا لا لا، أني ما أقصدش يا جناب المأمور، ده أنا بس بفضفض معاك يعني من عشمي، ده أنا بحبك. ماشي يا عمدة. ايه ايه، رايح فين؟ عندي مشوار مهم لازم الحقه. مش هنتغدى سوا؟ ده مفيش داعي. اياك ما تعرف تصرف منهم مليم واحد، كل ده تعبي وشقاي. جاهز اهو. ايه دي؟ انت رايح فين يا ابو العيل؟ انا خارج. يا لهوي بالي كده في عز النهار؟ انت ما انتش عارف ان العمده طالق الغفر في كل حته؟ ما يطلب، انا هروح اخد امي وفاطني والاولاد ونهج من البلد دي. كده في عز النهار؟ ايه دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ امال اعمل ايه بس يا حنين؟ تعمل اللي هقولك عليه، انت تقعد تاكل وتستنى اما الليل ينزل وتقولي انت عايز ايه بس، واني هروح لك لفاطمه فور ريح اقول له
النبي؟ اي والله. بتعني يا نعمي؟ هي ست راوية بتعمل ويانا كده ليه؟ ايه؟ مش واخد عليها يعني في الكرم دي ولا الحنية دي؟ طب ما انت واخد بالك اهو. واخد بالي من ايه يا بت؟ من اللي انت فاهمه بقى؟ قصدك يعني انها يعني كده الست راوية معجبة بيك من زمان يا ابو العيلة، من ايام الطاحونة اللي تهد حالي من المروح والمجاية مني، بس انا عارفة ان كل دي سهوك. لا والله. اي والله. طب وشمعنى انا يا بت؟ اهو القلب وما يريد. قلب وما يريد؟ ولا تكونش قالت لي في حاجة كده ولا كده؟ وتقول لنا ليه؟ أني في الأول ولا في الآخر خدامة عندي؟ أني لازم أنا هج وأسيب البلد دي. ده حر بقى يا أخوي، تعمل اللي يلد عليك. بس هو مقامي السايح، تخلي بالك من فطني. هم بقى يا بنت عشان تمشي ساعة تلبسي في هدومك. هي لهوة يا مستهوي يا خرابي يا عرابي. ايه دي؟ في ايه؟ هو انت تاخد غرضك وتزقني على بر؟ في ايه يا عمد الله؟ ايه يا بنت انت هتستمر معايا ولا ايه؟ وبعدين بعد كده ما تبقيش تحط الريحة الغامقة اللي انت حطاها دي. عيني علي ريحة ايه عشان احطيه؟ وانا حلت ريحي دي ريحة الجلة اللي في الزريب. يبقى بلاش الريحة اللي بتطلعيها دي، ما تطلعهاش تاني. عارف يا عمدي؟ مش عارف. وانت بالسروال بتسوي الهوال. ايه الكلام دي؟ اجيب لك حفيظي؟ بس يا بنت عيب. لا اجيب لك حفيظ. لا اختشي بقى بلاش قلة قيمة. طب بقول لك ايه؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا اختي. يعني العيدية. عيدية ايه يا بنت؟ ايه الطمع ده؟ طمع؟ ليه؟ كنت اخدت ايه اولاني عشان اطمع في التاني؟ ما تجيب العيدية. ايه انت بتاخدي وتنكري؟ اخدت ايه منك يا عمدي؟ ايه؟ يلا يا بنت امشي بقى يا بنت. طب بقول لك ايه بلاش، انا عارفاك ايحة وشح مش هتديني العيدية. ما تجيب بوسة. لا. ليه؟ كده اهو. طب انا عايزة بوسة. لا انا بعد كده ببقى عرفان من نفسي. واني قرفانة منك بس عايزة. طب غوري في داهية بقى، مش ناقصة قرف. لا بوسة. بقول لك ايه؟ بوسة. إيه؟ يا بنت عيب بقى اختشف. عشان انا ما بحبش كده. ايه دي؟ عمدي. بقول لك ايه؟ هديك على وشك هلخبطهولك. اهي؟ طب بقول لك ايه؟ ايه؟ زق ايه؟ ايه يا اختي؟ زق ايه؟ ازقني يلا عشان اطلع بره. زق ايه ايه؟ ايوه. لا ممكن اديكي خنيق. يلا من هنا. اللي يجي منك حلو. يلا غوري بقى. خنيقي. يا بنتي بس بقى. زق ايه؟ يا بنت اختشي بقى. زقني زق ايه؟ ايه قلة القيمة دي؟ يخرب بيت ملامحك. ما انا اللي بجيبه لنفسي. ايه والله انا عمال ارمرم يمين وشمال. فينك يا فاطمة؟ أحلى حلاوة. أحلى واحدة في الكفر كله. انت بتعمل ايه هنا؟ ايه يا عمده سلامتك؟ ده بيتي. انت مش مفروض تكون في الجامع. خبر ايه يا عمده؟ ياك العساكر والغفر بتوعك تعبوا من التدوير والتفتيش على ابو العله، قلت تاجي تدور بنفسك؟ داخل علينا الدخله الواعره دي. لا يا اخويا العساكر بتوعي والغفر ما تعبوش ومش هيتعبوا ابدا، وهيقلبوا البلد دي فوقاني تحتاني لحد ما يطلعوا بيه. وانا بقى
ادخل مكان ما يعجبني في الحته اللي تعجبني وقت ما يعجبني. يدخل في المكان اللي يعجبه في الحته اللي تعجبه وقت ما يعجبه. ايوه في الحته اللي تعجبه يدخل. عايز اشوف فاطمه. عايزها ليه يا عمدي؟ وانت مالك انت عايزها في ايه؟ عايز اتحدث معاها في كلمتين. يا عمدي الكلام ده ما يجوزش ولا يرضي ربنا. البيت في حريم طالعه نازله ونازله طالعه. يعني واقف اهو عايز اشوف اللي طالعه نازله واللي نازله طالعه. مش شايف حاجه. يعني هو يا عمده. لا مؤاخذه يا شيخ محمود. اصل عمده جايه لي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. استغفر الله العظيم من كل صنف. وسع. نعمين يا عمده. ايوه ايوه. ما تهوينا يا واد انت وهو هوا هوا يلا ده ايه الغلب دي؟ ايوه كده انت كده فهماني بس لو تفهميني خير يا عمري خير ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ مالك كده يعني عماله تحلو ولا على بالك؟ حلو ايه وزفت ايه؟ فيه ايه يا عمري؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ يعني عايز اقول لك ما تجيب من الاخر يا اخويا ده انا فاكرك جاي تسالني على ابو العيلة. ابو العيلة؟ وانا يعني اسالك انت على ابو العيلة؟ وانت لو عارفه ابو العيلة فين هتقولي لي انا؟ هتكدبي طبعا. بس انا بقى هوقعك في الكلام. وهتوقعني في الكلام ازاي يا عمدي؟ قول ابو العيلة كده. ابو العيلة؟ ايوه قول عثمان. عثمان يا سلاسل طلع من حنكك سلاسل دهب. قوليها كمان مره بس بحنيه. ما توقعي ايدك كده يا عمدي. يا بنت فهميني والله لو فهمتيني هتعيش عيشه غير العيشه. لو تحس باللي انا حاسس بيه وتفهم اللي انا فاهمه. ايه يا بنت مالك؟ لو هوبت بايدك ناحيتي تاني يا عمده هصوت ولم عليك اهل الكفر كده. خلاص وانا يعني مش هعرف اجيبه. لا وحيه امك لا اجيبه. واجيبه تحت رجلي كده يبوس الرجول والايدين وانت تيجي ورا منه تبوس البزه نفسه. اه يا بلد. ماشي يا مين التوهر؟ يا فاطمة الحكاية دي؟ حكاية دي؟ حكاية العمدة اللي معيش يسألك على أبو العلي. عايزاش تقولي لي براحتك بس انا بقول يعني جايز لو فضفضتي لي ترتاحي يا بنت. يا شيخ محمود اللي العمده عايزه ده ما يخطرش على بال حد. ده كلب ولا يسوى. صدق يا شيخ محمود الراجل الخسيس دي عايز يطلقني من ابو العيله غصبانيه عشان يتجوزني هو. تصدق قال وانت قلبي تسالني مالك نفسك هين عليكي ليه كده يا فاطمه؟ انني لا طايقه نفسي ولا طايقه كفر كلات ولا طايقه الناس. انا تعبت تعبت ومش عارفه اتصرف ازاي يا شيخ محمود. دبرني أعمل إيه مع الخسيس دي؟ حد يقول لي يا ناس؟ يا ناس حد يفهمني؟ أنا تعبت يا شيخ محمود تعبت. ربنا العلي القدير قادر على كل شيء يا فاطمة يا بنتي. وارمي توكالك على الله.